البرنامج هناك موضوع فقهي عام وموضوع طبي. في موضوعنا الفقهي العام أيها السادة نتناول هذا المساء الإسلام والآخر، بمعنى آخر حوار الحضارات، ويتناوله ضيفنا العلامة حمدًا ولتاه. فيما نتناوله أيها السادة في شقنا الطبي لهذه الحلقة موضوعًا آخر من ضمن المواضيع الطبية الهامة، ويتعلق الأمر بجراحة الأطفال، التخصص الذي ظهر منذ بعض الوقت وظهر متأخرا في بلادنا. إلى أن هناك وحدة لهذه الجراحة، جراحة الأطفال بمستشفياتنا الآن نتيجة وجود عدد من الأخصائيين في هذا التخصص الطبي الهام. اسمكم أيها السادة المشاهدون الأفاضل، أرحب بضيفي الأستاذ حمدًا ولتاه والدكتور يعقوب والمحمد الصغير، وهو أخصائي في جراحة الأطفال. وكما عودناكم أيها السادة في مختلف حلقات هذا البرنامج، هذه السنة نبدأ بتلاوة عطرة من أي ذكر الحكيم، يتلوها على مسامعنا الشيخ المحمد، وهو إمام مسجد وشيخ محضرة البينة لتعليم القرآن، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله مولانا الكريم. بهذه تلاوة العطرة أيها السادة نبدأ موضوعنا لهذا المساء. فضيلة الشيخ حمد المحمود معنا في هذا اللقاء تحت هذه الخيمة، ولا شك هذه الحلقة حلقة واعدة نتيجة للموضوع الذي اخترتموه، وهو موضوع الإسلام والآخر. فما هي توطيتكم لهذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم، والحمد لله رب العالمين. الإسلام والآخر، أو الإسلام والانفتاح على الآخر، موضوع نحتاج إلى شرحه للناس حتى يتبين الحق من الباطل، وحتى نرد على بعض الشبه التي يكتبها الذين لم يدرسوا الإسلام دراسة حقا. ونذكر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء على فترة من الرسل، أي بعد توقف الرسالات عندما وصلت البشرية إلى جاهليتها الكبرى في مختلف المجالات الاجتماعية الاقتصادية والثقافية والسياسية، جاء محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من الممكن أن يدعو أولا دعوة اقتصادية وهنا يربح الفقراء، كان من الممكن أن يدعو دعوة اجتماعية ويربح الضعفاء والطبقات المسحوقة في المجتمع، كان من الممكن أيضا أن يدعو لتعظيم النبلاء ويربح العظماء، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبقا للأوامر الربانية خاطب الفطرة الإنسانية، أي طبيعة الإنسان، ومنها فهو انفتاح على الفطرة الإنسانية في أعماقها، وخاطب الإنسان من حيث هو إنسان بغض النظر عن لونه، عن جنسه، عن دينه، عن مكانته الاجتماعية، يخاطبه سواء كان رجلا أو امرأة كماله كان إنسان من حيث هو إنسان، وهذا الخطاب الفطري وهو سر نجاح الإسلام. فالإسلام انفتح على الفطرة ولم ينفتح على الطبقية وعلى الوظيفية وعلى العنصرية وعلى الثقافية، إنما انفتح على الفطرة الإنسانية، خطاب رباني موجه للفطرة الإنسانية، ومن استجابت له الطبقات بسرعة، تلقوه بسرعة.
وسوف نبين نماذج هذا الانفتاح وانواعه ان شاء الله الواحد تلو الاخر. طيب فضيله الشيخ، كنا قد قدمنا لهذا الموضوع وتابع فيما يلي هذا التقديم الذي هو هذا المساء من اعداد زميلين محمد خيري ومما متبلاهي. الإسلام دين العقلانية والبحث والاقتناع بالحقيقة، وهو دين دعا إلى المعرفة والحقيقة منذ فجره الأول، ودعا أيضا إلى الحوار والانفتاح، ولم يقف يوما ضد العقل أو الفكر، فهو ما برح يدعو إلى التلاقي والحوار والاستفادة من الآخر، ويعمل على تحقيق كل ذلك. فالمصدر الأول للمسلمين وهو القرآن، قرر في عدد من آياته أهمية التفكير والتدبر. ويرفض الإسلام أخذ الأمور عن طريق التقليد الأعمى، ويطلب أخذها عن طريق المعرفة والاقتناع، وهذا لا يتأتى إلا بعد الانفتاح على مجمل الآراء ومعرفة الصواب منها. ففي المجال التشريعي مثلا نلاحظ الاختلاف الفقهي بين الفقهاء من الوضوح بدرجة كبيرة، وهو شيء ضروري وطبيعي. فالاختلافات وتعدد الآراء الفقهية في مجال الفقه ضرورة لا يمكن إلغاؤها، وقد ألف بعض العلماء كتبا في توضيح أسباب الاختلاف بين الفقهاء. وفي المجال السياسي يبدو الرأي الآخر أكثر ضرورة، ذلك أن وجوده ينمي شجرة الحرية ويساعد الحاكم على معرفة نقاط الضعف والخطأ. فالنقد البناء ضرورة سياسية، وهي لا يمكن أن تنمو إلا في ظل حرية الرأي والرأي الآخر. كما أن المجتمع، أي مجتمع، حافل بالتعددية السياسية والفكرية والعقدية والمذهبية وربما العرقية واللغوية. وأي محاولة لفرض رأي معين على الطرف الآخر سيؤدي إلى إفرازات سياسية معاكسة، بينما إعطاء الحرية للمجتمع هو وحده الكفيل بخلق الأمن والاستقرار السياسي على المستوى القريب والبعيد. لكن هل هناك حدود تضبط ذلك الاختلاف؟ ومتى يكون التسامح والاعتراف بالآخر إلغاء للذات وطمسا للهوية؟ وكيف نجعل من هذا الاختلاف مصدرا للثراء والتنوع وليس مدعاة للاختلاف والتفرقة؟ إذن تابعت معنا فضيلة الشيخ هذا الطرح، ونبدأ بردي على هذه التساؤلات لدخول الموضوع. إلى أي حد هذا الاختلاف الموجود فعلا يشكل مصدرا للثراء في دين الإسلام الحنيف، وعلاقة هذا الدين كذلك بالأديان التي وجدها أمامه، حيث وجد هناك المسيحية وجد هناك اليهودية، وقام الدين الإسلامي الحنيف كما هو معلوم في المدينة المنورة، حيث كانت هناك ديانات منذ القدم. شكرا. أذكر أولا أن الإسلام عندما شاء وجد أمامه ديانات سماوية، ووجد أيضا دعوات بشرية طبيعية، من بينها حد الفضول، من بينها التنظيم القبلي، التنظيم الأسري، التنظيم الطائفي، مجتمع مكة، مجتمع المدينة، إلى غير ذلك من التنظيمات. فماذا كان موقف الإسلام؟ أولا نذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن إعلانا دبلوماسيا عظيما جدا يستحق أن يدرس اليوم في السياسة الدبلوماسية الخارجية. يقول صلى الله عليه وسلم: أدركت حلف الفضول في الجاهلية، ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. وبهذا يقرر محمد صلى الله عليه وسلم مبدأ قبول الدعوات البشرية المنظمة الفاضلة، لكن يرفض أيضا دعوات غير الفاضلة. كذلك في مجال المسيحية والنصرانية، أذكر بأن الإسلام فتح على هذه الديانات الإسلامية انفتاحا كبيرا، حيث أذن في تركيب أسرة بين مسلم ومسيحية، بين مسلم ويهودية، وكأن قائلا يقول: لماذا لم يأذن للمسيحية للمسلمة أن يتزوجها مسيح ويهودي؟ الجواب بسيط، أن المسلم يدين بأن موسى رسول وأن عيسى رسول، لكن المسيحية لا يدين بأن محمد صلى الله عليه وسلم. فتكوين أسرة عمادها الأب لا يعترف برسالة الطرف الآخر تؤلف زلزلة في الأسر في المستقبل، ولهذا أقر مبدأ قبول الزواج بالمسيحية واليهودية، ورفض زواج المسلم المسلمة من المسيحية. كذلك أذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية أخرى كان دائما يعلن المبادئ الفاضلة. يقول في حديث
إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذا الحديث يحتاج إلى تحليل وإلى تعميق وإلى إجابة على سؤال: هل إن الإسلام هدم ما قبله وبنى من جديد أم إنه رمم؟ طبعا الجواب: الإسلام رمم ما كان قبله من مبادئ، وقبل الحسنة ورفض السيئة. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، معناه التتميم معناه قبول ما كان موجود من القيم الفاضلة. ولهذا أقر مبدأ العهد وأكده واعتبره ميثاقا، سواء كان مع المسلمين أو مع الكفار. أقر مبدأ الحق، مبدأ المساواة، مبدأ الحريات، لكن وضع هذا كله في إطار معقول جدا لا يمس المقدسات، لأن المقدسات فوق العقل. ومن الظلم إجراء العقل في غير مجراه، ومن الظلم منع العقل من مجراه. بل العقل مجراه لكن ليس له كل المجاري. العقديات المعقدة ليست مجرا للعقل، لكن المسائل الاجتماعية والثقافية مجرى للعقل. ومن هنا نرى أن الأئمة رضي الله عنهم اختلفوا لكنهم اتفقوا، فما من خلاف في الشريعة إلا ويرجع إلى الوفاق. وأرجو أن تقرأوا ويقرأ السامع معنا كتاب الموافقات للشاطبي، حيث بيّن أن الاختلاف بين العلماء يرجع إلى الوفاق. وكنت لخصت هذا الكتاب لأقربه للإخوة حتى يدركوا أنه لا اختلاف بالحقيقة بالشريعة الإسلامية. مثلا نأخذ مثال: لا شك أن الغرر مفوت للمصلحة المطلوبة من المعقود عليه، ولا شك أن الجهل أو الجهالة مفوتة للمصلحة من العقد المطلوب. لكن ما هي الجهالة؟ وما هي درجتها؟ وما هو الغرر؟ وما هي درجاتها؟ تحقيق المناط الديوغنستيك، معرفة الواقع. وكما أبين دائما أنه على علمائنا أن يدرسوا الواقع مع الفقه حتى لا يكونوا فقها غير مجذر، لأن الفقه ينبع من الواقع والحكم، حكم ينزل على واقع معين. فلا بد أن نعرف الواقع، لكن ننزل على هذا الواقع قسمه من الشريعة الإسلامية. ومن اختلف العلماء، لو أنهم اتفقوا على أن هذا غرر منعوه، هذا يقول لك ما هو غرر، هذا يقول لك هذا ما هو جهالة، الآخر يقول هذه جهالة، فالذي قال هذه جهالة منع، والذي قال هذا غرر منع، والذي قال هذا ليس غرر أباح. فالخلاف خلاف بالتصورات وليس خلافا بالأحكام والتصديقات، إنما هو خلاف بما يعرف عند اللاتينيين حتى يكون المصطلح واضح للدياغنوستيك، يعني معرفة الواقع. ولهذا أنصح فقهاءنا أن لا يعجلوا عن تحقيق المناطات ومعرفة الواقع. واحد يجي يسول يقول أنا قلت لزوجتي كذا وكذا، خليك تدرس هذه الدلالة اللغوية القال، خليك تسول عن مدلول اللي هامه، وخليك تسول عن العرف المحيط به حتى تكون من هذا رصيدا ينير لك الطريقة أمام الواقع. واحد مثلا يقول لك أنا في باريس واحتجت إلى معاملة، هل تطبق عليه درجة الحاجة والضرورة في موريتانيا؟ الضرورة والحاجة في باريس ليست الضرورة والحاجة في موريتانيا. لهذا فإن التفاوتهم اختلافهم في التصورات وليس اختلاف في التصديقات والعقل. هناك فكرة من فضيلة الشيخ أردتموها مرة واثنتين سمعتها تتنزل في هذا السياق، وهي كونكم قلتم مرة في إحدى المحاضرات على ما أذكر: نحن نعيش ما لا نقرأ ونقرأ ما لا نعيش. هذه هي الإشكالية، هذه هي الإشكالية، نعم هذه هي الإشكالية، الانفصام. نعيش ما لا نقرأ ونقرأ ما لا نعيش. مثلا كم هي أبواب الفقه الميتة اليوم؟ نعم ميتة، لم تعود موجودة. فقه مثلا الجهاد، وين هو؟ الذين يحاولون أن يجعلوا كل واحد في يده مسدس مشاهد، هذا غلط. الجهاد مجرور شرعي له ضوابط، له ضوابطه، له أحكامه، لابد أن تحقق هذه الضوابط، لابد أن تنزل عليه الأحكام. وأي تصرف خارج عن هذا الضابط، الدولة والحكم في الدولة، أي واحد ما أدرك حقيقة الحكم في الدولة، وسوف تكون إن شاء الله محاضرة في المسجد حول الدولة في الإسلام، حتى أبين بعض الأغلاط التي صدرت عن عدم فهم. دولة في زمن عمر، هل هي دولة في زمن عثمان، هي دولة في زمن علي، هل هي دولة في زمننا نحن اليوم؟ حاجياتها هل هي حاجياتهم، ضرورياتهم هل هي ضرورياتهم؟ الكراهات الدولية، وكما أقول دائما أننا في أسر دولي. صحيح، نحن صندوق بريزونيه
انترناشونال، نحن سجناء دوليين. نعم. لأن الغرب يملي علينا ولا نستطيع تحكمنا سياسات أخرى، إكراهات دولية. نعم، إكراهات دولية. نحن في عالم متشابك متداخل. نعم، شكرا فضيل الشيخ. لا شك سنتحدث تفصيلا عن إن شاء الله ما أسعفنا الوقت إن شاء الله، إن شاء الله عن هذه المحاور الهامة والتي في حقيقة تبيانها ضروري وأصبح بقدر كبير من الأهمية. قبل ذلك أيها السادة المشاهدون الأفاضل، سنتعرف على موضوعنا الطبي ضمن هذه الحلقة، وكما ذكرت أيها السادة قبل قليل موضوعنا هذا المساء هو جراحة الأطفال. فماذا يعني هذا التخصص، وما هي وماذا يقدمه هذا التخصص لهذه الشريحة الهامة من المجتمع؟ جراحة الأطفال تخصص فرعي يشمل العديد من العمليات الجراحية. يخضع لهذه الجراحة مختلف الفئات العمرية من الأطفال بدءا بالأجنة ووصولا للمراهقين. يعمل المختصون عادة في هذا المجال في مستشفيات خاصة بالأطفال. عرفت جراحة الأطفال في منتصف القرن العشرين بوصفها الرعاية الجراحية للتشوهات الخلقية التي كان المطلوب في معالجتها تقنيات وأساليب جديدة. يعمل جراحو الأطفال على تشخيص المشاكل الجراحية للأطفال وتدبير أحوالهم قبل الجراحة وأثناءها وبعدها. تتراوح أعمار المرضى الذين يزورون جراح الأطفال عادة بين الأطفال الرضع والصغار واليافعين. يتعاون جراحو الأطفال مع الأطباء المعنيين بصحة الأطفال وهم أطباء الأطفال الخدج. يتلقى جراح الأطفال فترة تدريبية طويلة يبدأون خلالها بتدرب على الجراحة العامة لبضع سنين. يتلقى بعدها الجراح تدريبه في جراحة الأطفال سنين أخرى حتى يحصل على تخصص في جراحة الأطفال. وتتيح بعض الأماكن التخصص الفرعي في أحد فروع جراحة الأطفال مثل جراحة الخدج، أطباء أورام الأطفال وأطباء الرضع. كثير من جراحي الأطفال يراعون برامج اجتماعية للوقاية والتقليل من الحوادث والإصابات الرضعية عند الأطفال. وهناك تخصص حديث جدا في جراحة الأطفال يعنى بتشخيص الحالات قبل الولادة وعلاجها جراحيا، مع أن معظم تقنيات جراحة الأجنة ما تزال في طور التجربة. هكذا قدم زميلي أحمد السبتي ومن خير ناصر الدين لموضوعنا الطبي ضمن هذه الحلقة. فما هو تقديمكم دكتور لهذا الموضوع؟ ماذا عن جراحة الأطفال؟ ما هو هذا التخصص وماذا يقدم هذا التخصص لهذه الشريحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. أولا جراحة الأطفال، نحن نزيد تعريف شوي باللي قال أستاذ، نحن نقرأ ما لا نعيش. نعم. حقا التقرير تقرير جيد، لكنه ليس تقريرا عن حالتنا في موريتانيا. جراحة الأطفال بصفة عامة في موريتانيا بدأت منذ تقريبا 5 سنوات أو 6 سنوات. في العالم العربي بدأت منذ 30 سنة. وهذه الجراحة تختص من الأطفال عند الولادة إلى سن قبل المراهقة، 14 سنة إلى 16 سنة حسب الفرانكوفون ولا الليزانكوفون، حسب المدارس. حسب المدارس. نعم. وهي جراحة تختص بجميع المشاكل الجراحية عند الأطفال ما عدا جراحة القلب والشرايين وجراحة الأعصاب. في جراحة البطن، جراحة المسالك البولية، جراحة الصدر، جراحة العظام، جراحة الورمية، وجراحة التشوهات الخلقية. صحيح بأنها بالنسبة للأطفال عند الولادة إلى حكم 4 سنوات 5 سنوات تهتم أساسا بالتشوهات الخلقية، اللي أكثر مشاكل الأطفال مشاكل تشوهات. التشوهات في شيء حاد ولا بد ينحل في الوقت. نعم. اللي هو سرتول انسدادات في المريء، والله في الامعاء، والله في المساك البوليه. نعم. لا بد لها تنحل ذاك الوقت. حاله ما تنحل لا تودي بالحياه. فما اللي منها ما هو مستعجل. نعم. عباره عن ايش يقولون، حالات وظيفيه. هي وظيفيه قد تضر النمو الطفل وحياته مع الوقت، غير ما هي مستعجله قد يحر بها يعني يكبر شوي. هذه الجراحة عندها خصائص لا بد عود الناس كانت تعرف. أولاً منها جراحة تمس شريحة ضعيفة ما زالت، منها
تغذيته زي تطور التكوين زي تطور التكوين تغذيه مشكله لا بد لها بعود دقيقه لان ارجاج كبير احنا مثلا ندير له الدقه ندير له الدقه مثلا ما قد يلك فيها يشير ندير له الدقه كامله الدقه تكتره لا بوش من الدقه العاديه يديروا له قد يمتلا العروق يخلق له مشاكل يشرح صغير في الشير عند الخلاقه يعود كبير له يعود تقريبا 10 سنتيمترات لا بد يرعى فيه الادوات ادوات ادوات دقيقه به الشريان والاعصاب الاوريده كامل دقيق دقيق بدرجه انك لا بد لك يعود الوسيله اللي يداوهم به وسيله خاصه نفسيتي يشير يشير نفسيته مثلا احنا هون مشكلتنا الوحيده انك يشير يجبره وشهر الله شهرين وما تروح مع رجاج ب 70 سنه صحيح حقيقه ما يصح نفسيا ياثر عليه ياثر مثلا وخالق ولا بد انه يعامل بلطف ولا بد هم يدلع حتى الجو المحيط به يجبون يكون جو ليس طبيا بالمعنى الكامل لابد يرعى من المعايير فيها جراحه الاورام لكن نشيد منها عند الاطفال جراحه الاورام جراحه واعده به الشفاء حكما 80% منهم يبرا ويشفى ويرجع عادي ما كي هالوقت كبار حقيقه هذا امور مهمه احنا في موريتان من اللي قلت لك 4 سنوات عندنا قسمين قسم في مع الاطفال في المستشفى الوطني وقسم في جراحه الاطفال في مركز الام والطفوله واجبرنا مشاكل من الاول غير بعض الحركات الحمد لله عندنا قد حقولنا عندنا في طور بعد معقول مقبول نعم ما هو تصاعدنا غير معقول. طيب دكتور تعليقكم على الموضوع تقريبا بان التقرير كان مثاليا الى حد كبير بحيث عن مجموعه من الوسائل التي ليست متوفره عقبتم كذلك بان علاج الطفل وهذا ندركه نحن لسنا بالحق اطباء بان علاج الطفل ليس كعلاج الراشد او الشيخ الطفل يجب ان يكون في جو شبه عائلي. اسري شبه عائلي نعم اياك يطمئن الطفل واياك نفسيا ما يرهب الجو المحيط تعتقدون ان الحالات المرضيه التي باشرتم حتى الان من خلال التجربه في القسمين الذين ذكرتما قبل قليل وهما قسم بمركز الام والطفل وقسم بمركز الاستقبال الوطني هذه الحالات حجم الحالات هل يستدعي وجود مركز خاص لجراحه الاطفال في البلد ام لا؟ يجد حد يقول لا بد به احنا مثلا نقول لك احنا مثلا هو الامراض حسب المعطيات الابيديميولوجيك معناها المرضيه الموجوده المرضيه نحن مثلا الناس اللي اعمارها اقل من 18 سنه في موريتان نعم اكثر من 40% صح وين احسبه بان هذا 40% لا كل مثلا 1000 منها فيها مريض واحد اطفال لا يتجبع الالاف صح. من شكل اطفال اولا نحن هو عندنا ذلي مشخصين لا نقول ان هنا تنجع الاطفال انها مشكله انها تشخيص دائما مطروح تشخيص دائما حكما واضح ولايك ما هو مكلف حتى ان رجع عاديه تمكنك من معرفه كثير من المشاكل و و و و والكم كم كم هاي احنا ركعتيها مشكلتنا كبيره بان عندنا كي قلت لك هذه القسمين وكلهم عندنا فيها خمسة ايام جراحيه وكل 5 ايام عندنا فيها 5 عمليات ولا 6 عمليات وهذا ناهيك عن الحاله بصحيح في الوقت اللي راك عندنا زياده في المرضى اللي ما نقدر نداوهم نتبعوا المسطره اللي عندنا ما هو على الاقل في سبتمبر ولا اكتوبر معناها ان هم ضغط كبير ضغط علينا كبير ولا عندنا باللي نداوهم وبالتالي هذا الضغط هو لعايد الحالات المرضيه معايد الى نقص في التخصصات في الاخصائيين في الاخصائيين نحن 5 وكلنا عنده على الاقل 2 جراحيين غير اذا عايد الحالات المرضيه كفرت كرت المرضى يلا يبنى له يبنى مركز وينعطى له الدعم اللازم ويعطى له العدد الكافي من موردين ويعود وحده معناها ما هو مستقل به اللي قلت لك مثلا يشير عنده حاله مستعجله ما قدر يتحرى به الصبح ولا النهار الاخر ولا في الوقت اللي احنا مش ذاك نلجؤ بنا نخلوهم والله نداوهم في الليل والله في الاوقات اللي ما هي مناسبه ياك ننقذ حياتهم في الوقت اللي احنا يلا يعود عندنا غرفه خاصه لها الحالات المستعجله في الوقت اللي جات الحاله يداو والمشكله طيب الدكتور تدبير حالات الاطفال قبل الجراحه هل هذا يدخل في اطار تخصص الجراح ام هو تخصص اخر؟ تهيئه الطفل حقيقه عندنا احنا هم ما قد يعود يكون عندنا احنا به اللي مثلا هم اقسام في الخارج تجبر القسم قسم الاطفال يتم فيه كشف الحالات المرضيه ويتم فيه
كي التحضير المريض ومنين يعود وقت الجراحه ينجاب الجراح والجراح يداويه ويراقبه. نحن هون ذاك ما يصح به اللي الاطباء الاطفال ما تكوينهم ما هو تكوين يمكنهم منهم يقيموا بهذا العمل، وبالتالي نحن هم اللي نحضروهم وعدوهم الفحوص اللازمه ونهيئوهم ونداوهم ونراقبهم. معناها ما فهم دخل لحد دخل هم مشكله داخل التخصصات. نحن راك تياها يشير اسمه ذاك يجينا يشير عند ممكن يخرج عنده مشكله مثلا مسالك البوليه لا يمشي قص جراحي المسالك البوليه وتم عنده ويفحص عقب بعد شهرين الله ثلاثه يجينا احنا. هذا يلا المواطن يعرف ان اي يصير عنده حاله جراحيه يلا ينقاس به جراحي الاطفال اللي متوفرين وموجودين وعندهم بلا يسمع معروفين فيها يجبروا فيها ويلا ياك عمليه التداوي تتم بسرعه يلا يسبق فيهم هم ما نقاسوا لا الجراحين العامين ولا الجراحين المسالك البوليه ولا الجراحين الصدر اللي احنا كامل نعبروا واخبرنا احنا ودقنا احنا كي قلت لك في كشف والوسائل كذلك متوفره لكم غير متوفره للجراحين الاخرين. وسائل الحكم عاد 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 متوفره ما عدا حالات خاصه اجهزه خاصه ولا شيء. شكرا دكتور. سنتحدث لاحقا عن اهم الامراض التي يتداوى منها الاطفال في هذه السن. طيب فضيله الشيخ، العقلانيه والبحث عن الحقيقه من المسائل التي ميزت الدين الاسلامي الحنيف، كذلك البحث عن الحلول والبحث عن او الاستفاده من الاخر كذلك مما ميز الدين الإسلامي الحنيف حتى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد استفاد الرسول صلى الله عليه وسلم من تجارب الشعوب الأخرى التي دخلت في الإسلام، تجارب بعض الصحابة نذكر في هذا السياق قضية الخندق وغيرها من القضايا التي أشار بها بعض الصحابة الأجلاء للرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا ليسوا من أصول عربية وأخذ به الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذا السياق تطرح إشكالية يطرحها البعض اليوم، وهي أن هذا خوف من الانصهار في الآخر بدل الاستفادة من الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. بينت في البداية أن الإسلام انطلق من الفطرة الإنسانية. عندما أقول انطلق من الفطرة الإنسانية هي أنه لم يخاطب قبيلة معينة ولا جنس معين ولا ثقافة معينة، وإنما خاطب الفطرة الإنسانية التي هي مؤسس الأساسي للقرارات الإنسانية. ومن هنا نرى أنه صلى الله عليه وسلم أعلن هذا الإعلان الكبير: أدركت حلف الفضول بالجاهلية ولو دعيت إليه بالإسلام لأجبت. كذلك نراه صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة التي جاء بها عندما نقارنها بالديانات الأخرى، فديانة المسلمين ظلت يهودية تحمل اسم عرق، المسيح يظل تحمل اسم رسول معين. أما الإسلام فإنه يحمل مصدرا مجردا كان متعديا ثم أصبح لازما لكي يكون شاملا، وذلك من الحقائق اللغوية. فقد يكون الفعل متعديا في الأصل ما يتحول اللزوم ليدل على الشمول. يقول الشاعر: شجع حساده وغيظ عداه أن يرى مفسر ويسمع واعي، ولم يذكر ما رأى ولا ما سمع ليشمل كل شيء. كذلك أسلم جاءت فعلا لازما بعد أن كان متعديا ليشمل كل الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والثقافية. ونحن نسلم لله تبارك وتعالى عقولنا أموالنا فكرنا بنيتنا الاجتماعية ذكاءنا بلادتنا كل ذلك نسلمه لله تبارك وتعالى. فمن هنا جاءت كلمة الإسلام دالة دلالة شمولية لم توجد في تلك الرسالة الأخرى، مع أن هذه الرسالة أيضا تميزت بأنها أقرت كلما أقرت الرسالات السماوية مما نطقت به الآيات القرآنية أو الحديث النبوي. هذا ما يعرف الشرع من قبلنا، شرع لنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يراجع أنساب الناس بعد جاء الإسلام، ترك كما كانت، لم يرى الزيجات، أنماط الزيجات التي وقعت على المدنية التي وقعت، لم يراجعها، تركها كما جاءت. وأوضح مثال هو مثال زينب وزواجها من زوجها بعد إسلامه، ترك ذلك الزواج كما كان ولم ينشئ زواجا جديدا.
هذا معناه إقرار البنية الاجتماعية التي كانت موجودة المدنية والاجتماعية التي كانت قائمة انفتاحه على الواقع. نعم. الواقعية كذلك نلاحظ في هذه الواقعية نداء عظيم جدا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفيد من التجربة الدولية في المجال الصحي. يقول أهمنت أن أنهى عن الغيلة والغيلة هي وطء المرضع حتى علمت أن فارس والروم يفعلونها فلا يضروا أبنائهم. اعتمد على التجربة الدولية. التجربة الدولية في آسيا. وترك الأمر كما كان نتيجة لهذه التجربة الدولية للمجال الصحي. كذلك كما ذكرتم في مجال الهندسة والعمران استفاد الإسلام من خبرات فارس والروم. استفاد من ترتيباتهم الإدارية. لكن هناك شيء ينبغي أن نفهمه هو ما يعرف بلقاء الحضارات والأخذ من الحضارات. والأخذ من الحضارات. فالحضارات تلتقي لكن لا يأخذ بعضها من بعض. يخلق لقاء بين كل ما يتعلق بالإنسان يتلقى يوما ما لأنه في الإنسان. لكن هل إنه أخذ من هذه أو من تلك؟ وهذا ما دفع البعض إلى وهم أن الإسلام أخذ من اليهودية أو من النصرانية. لا لم يأخذ. بل إن الإسلام دين متكامل ومستقل. ونأخذ هذه الاستقلالية عندما نرى موقفه من القبلة. لقد كان الناس يتجهون إلى بيت المقدس. الله تبارك وتعالى يقول في كتاب العزيز قد نري تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها. لا ينعطوا قبلة. ليش؟ كي لا يكون الناس عليكم حجة. أنت مستقل لقبلتك. قبلتك جديدة هي بيت الله الحرام وليست بيت المقدس. مع أن بيت المقدس مقدس لكن الإسلام أعطى هذه الاستقلالية. نلاحظ أيضا هذه الاستقلالية عندما جلس الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون عن الإعلان عن مواقيت الصلاة. فذكر بعضهم إيقاد النار وذكر بعضهم الناقوس والجرس والإجراس. وذكروا أشياء كانت موجودة عند الحضارات الأخرى لكنهم تركوها لأنها كانت رموز لحضارات أخرى. ورجعوا إلى الفطرة الطبيعية الإنسانية بصوت الإنسان بإعلان مبدأ الإيمان. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. صوت الإنسان الطبيعي هو المعلن والذي يعلن به هو المبدأ الذي جاء به الإسلام. ألوهبة ونبوة. إيمان متكامل في هذا الإعلان الذي جاء به الإسلام. من هنا فالإسلام قد يلتقي. قد يلتقي مع الحضارات الإنسانية لكنها ليست أخذا من الحضارات الإنسانية. فاللقاء بين الحضارات التي تتعلق بالإنسان وهي طبيعية لأن كل ما يتعلق بالإنسان في النهاية يتلقى لكنه ليس أخذا. فالإسلام دين مستقل منفتح على الآخرين على كل ما هو مفيد يرفض كل ما هو ضار. الله تبارك وتعالى يعلن في كتابه العزيز إن الله يأمر بالعدل. مبدأ العدل. العدل مبدأ إلهي مبدأ رباني. الله يأمر بالعدل وكذلك يضيف مبدأ آخر أخلاقيا اجتماعيا والإحسان وإيتاء معطى البذل. وينهى عن الانطلاق وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه مبادئ عامة جاء بها الإسلام. ونحن عندما نحلل الأوامر الإلهية والربانية نرى أنها ترجع كلها إلى مقاصد عظيمة جدا. المقصد الأول هو حفظ العقيدة. حفظ العقيدة. خلينا نأخذ خطا بيانيا للتشريع الإسلامي. في القمة نجد العقيدة. وهذه العقيدة أبطل فيها ما كان قبلنا من الوثنية وأقر ما كان يقوله الرسل عليهم الصلاة والسلام من ربوبية لله تبارك وتعالى. ونحن عندما نقارن هذا المبدأ مع ما تزهمه الفلسفات الإنسانية ومع ما دعت إليه الرسل نرى أن مبدأ الرسالات ظل مستقرا لكن مبدأ الفلسفات ظل مضطربا. ما لم ينزل لم يظل في خط واحد. فدعوة العقل ظلت مضطربة لماذا؟ كما قلت إن إجراء العقل في غير مجراه ظلم ومعنه من مجراه ظلم أيضا. الجانب العقدي أبطله الإسلام كله وقدم بديل. الجانب الاجتماعي أدخل تعديلات كانوا يتزوجون بأنماط متعددة. كانت المرأة يأتيها 10 رجال
يطرقونها نعم. عندما تحمل يقول أنا أختار فلان زوج، هذا فاسد لأنه غير منضبط. كانوا يتعددون بغير محدودية. هل أبطل الإسلام كل هذا التعدد؟ هل أقر هذا التعدد؟ طبعا أقر التعدد، لكن وضع له ضوابط، وإن خفتم ألا تعدلوه واحدة. كذلك الإسلام في المجال الاقتصادي هو الآخر وضع ضوابط كبيرة جدا. هذه الضوابط هي لا غرر ولا جهل، وأن نحصل المطالب، وأن بقدر المشقة يكون النفع، وأن العامل يجب التوفير ويشرف إلى غير ذلك. هذه مبادئ. كذلك حتى في المجال الدبلوماسي وضع خطوط، وهو ما أسميه البيانات النبوية. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن إعلانات عظيمة جدا تستحق أن تكتب بالذهب وأن تعقد لها مؤتمرات. نأخذ الإعلان الأول. عندما جاءت قريش إلى أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إن ابن أخيك هذا سفه ديننا علماءنا وغير ديننا وسب آلهتنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع إلى قريش وإلى عمه، والعم يلتفت إلى ابن أخيه محاولا أن يجد وفاقا بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ والله لو وضعوا الشمس بيمني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما كنت لأتركه حتى أفرغ الله. لكن نذهب إلى الحديبية لنستمع إلى بين آخر، وهو أن قريش أشاعت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل من الكعبة، فجاء يسوق البدن لينحرها تعظيما لبيت الله الحرام، فبطلت دعوى قريش. شائعات. اسمح لي أن أقول لك، عن مكة والمدينة كانوا مدرستين إعلاميتين. أما مكة فكانت تقوم على الاستهزاء، وأما المدينة فكانت تقوم على الإرشاف. شائعات. هذه مدارس إعلامية مشهورة. الغريب أن المسلمين لا يزالون يعيشون هاتين المدرستين، مدرسة الاستهزاء ومدرسة الإرشاف. نرجو إن شاء الله أن نتخلص منهما. رسول الله أبطل هذه الشائعات، تبين أنه إنما جاء تكريما لبيت الله الحرام يسلق البدن، وهذا ما ذكره الأحباش ردا على فتيان قريش الذين حاولوا أن يجعلوا هذا القدوم هجوما على الحرم المكي. رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الظرف يعلن إعلان آخر، بيان آخر. نستمع إلى هذا البيان النبوي، فيه يقول: والله لا يعطوني خطة يعظمون فيها هذا البيت إلا أعطيتهم إياها. قارن بين هذين الإعلانين. إعلان أنه جاء لهدم وعدم احترام، والله لو وضعوا الشمس، وإعلان والله لا يعطوني خطة يعظمون فيها هذا البيت إلا أعطيتهم إياها. ما هو الفرق بين هذين الإعلانين؟ إعلان والله لو وضعوا الشمس إعلان مبدئي، وإعلان والله لا يعطوني خطة إعلان استراتيجي. الطريقة طريقة. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم مرن في الطريقة والمنهج، قوي في المبدأ. المبدأ فالمبدأ لا يتغير، لكن الطريقة والمنهج قابلة للتغيير، وهذا ما ينبغي أن يدركه الدعاة والعلماء في مناهجهم، وحتى الإعلاميين. صحيح. أن يكون المنهج مرينا، صح، وأن لا يتغير المبدأ. الكثير من الناس يشتبه عليه المبدأ والطريقة. والطريقة. واضح. واضح. فضيلة الشيخ، فيما يخص نحن نعرف من التاريخ ومن قراءتنا للتاريخ وغير ذلك، نعرف أن الإسلام بكونه وجد إلى جانب الديانات التي سبقته في المدينة المنورة، أن الإسلام تعامل مع هذه الديانات وفقا لمجموعة من الضوابط، أنه اعترف بهذه الديانات، أنه احترم لها أمورها، أنه دخل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مع هؤلاء في أحلاف، وإن كانت هذه الأحلاف للأسف الشديد قد قد لم يفي بها أصحابها إلى غير ذلك. هذا يقودنا اليوم للحديث عن كيفية تعاملنا نحن كمجتمع إسلامي، كدولة إسلامية، مع العالم المحيط بنا، والسبل التي يجب أن نتبعها لأخذ ما ينفع من هذه الحضارة، ولجعلهم كذلك يحترمون قيمنا، يحترمون مبادئنا، بعيدا عن النذوبة في هذه الحضارات، نأخذ قشور هذه الحضارات وما شاكل. وذكر بأن دولة المدينة والدولة الأولى للإسلام وهي دولة المدينة قامت على بيانات، صحيح، وعلى عهود، نعم، وعلى دساتير، نعم،
موجودة في كتب السيرة النبوية، بني فلان على ربعتهم، بني فلان على آخره، الأوس على كذا، الخزرج على كذا، المهاجرون على كذا، اليهود وكذا إلى آخره. كل مجموعة حددت وثائق الدساتير الموجودة في المدينة المنورة مكانتهم. لكن اليهود خانوا، اسمعني نقول لك أنهم خانوا، فقد كان ضمن وثيقة المدينة أن المسلمين واليهود يتناصرون على حماية مدينتهم، وأنهم لا يخونون، وأنهم يفون بعهدهم، ويمنعون مدينتهم من أي هجوم يأتيها، سواء كان من قريش أو غيرها. ماذا فعل اليهود؟ عندما جاء غزوة الأحزاب وأحاطت بالمدينة المنورة وبدأ المسلمون يحفرون الخندق، خانت اليهود. ولو لم تخن اليهود لظلوا في المدينة جزءا من سكانها إلى اليوم. والمدينة أعطتنا صورة عظيمة جدا، هي أنه يمكن أن تكون الدولة مركبة من دينين وليست من دين واحد، دين إسلامي إلى جانب دين يهودي، هذا ما نعمل. ونحن عندما نقرأ القرآن نجد أن موسى أخذ مساحة كبيرة جدا في القرآن، وبني إسرائيل بني إسرائيل أخذت مساحة كبيرة جدا في القرآن. هذا كله لماذا؟ لأن تعظيم لهذه النبوة التي كانت عندهم، وخطابا لذلك الضمير. لكن هؤلاء فلما جاءهم ما عرفوا كفروا، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لم يخاطبوا عقولهم، خانوا. ولو أنهم بقوا على العهود التي أبرمت معهم لظلوا سكانا في المدينة إلى يومنا هذا. لماذا أخرجهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ خيانة العظمى. ما أعرف اليوم بخيانة العظمى، وهي خيانة يعاقب عليها القانون الدولي وتعاقب عليها الدول الوضعية. فقد خانوا، ذهبوا إلى العدو، تآمروا مع العدو، وضعوا مؤامرات للقضية على المسلمين. هذه خيانة العظمى. والعقل وحده اليوم يعلن أن الخيانة العظمى مدانة قانونا بغض النظر عن الدين. خليني أقول لك أن لو حكمت اليهود على ما فعلت مع قريش الأحزاب ضد المسلمين لحكم عليهم بأنهم خانوا. هذا طيب فضل الشيخ، في اللقاءات التي تتم اليوم والمعروفة بحوار الحضارات تتم هنا وتتم هناك في هذا البلد وفي هذا البلد إلى غير ذلك، ما المانع حسب متابعتكم وشاركتم في بعض هذه اللقاءات لله الحمد، ما المانع من الوصول إلى نقاط الالتقاء، خصوصا نقاط الالتقاء كثيرة جدا، خصوصا ما يتعلق الأمر بالديانة المسيحية والإسلام إلى غير ذلك، في العلاقات الدولية، في العلاقات الاقتصادية إلى غير ذلك، ما المانع؟ هل هو عدم اطلاعنا بما فيه الكفاية كمسلمين على ما نريد، أم هو عدم اطلاعهم أي الآخر على ديانتنا بما بالقدر الكافي؟ فيه عدة مثبطات. المثبط الأول أن الحوار يقتضي وجود طرفين متعادلين، طرفين كل واحد منهم يعترف بالثاني. هل توجد هذه الحقيقة في رأيك ولا توجد؟ هل إن العدو مشكل كبير، هل إن العدو يؤمن بأننا طرف محاور، أم إننا مجرد مبررين لما وصلت إليه البشرية من هزيمة وإلى ما وصل إلى الإسلام من ضعف وقبول بالواقع؟ نحن اليوم مبررون للواقع، لم نعد مثاليين في مثالية الإسلام، لكننا مبرر. وهي أيضا من مرونة الإسلام أنه كل مرحلة يعطيها فقه، وهذا ما أسميه فقه المرحلة. نحن لا بد أن نعيش فقه المرحلة. المسلمون منتصرون، ما هو فقه المرحلة؟ المسلمون مهزومون، نعطي الدية. الدية التي كنا، الجزية التي كنا نأخذ نعطيها، وهذا ما وقع في بعض الحالات. العشور اللي كنا نعطيها عبارة عن جزية، جزية معكوسة. قبول بعض الأشياء التي نحن لا نمنع كل شيء، لكننا نقارن ما هو الضرر الكبير وما هو الضرر الصغير، وهي قاعدة إسلامية أن الضرر الكبير يدفع بالضرر الأصغر. فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز، وهذا مهم جدا أن يقرأه أيضا علماؤنا، عندما وقعت سرية عبد الله بن جحش وقتل الحضرمي في الأشهر الحرم، قامت قريش وكأنها وصلت إلى انتصار، تعلن فيه كما نفعل اليوم في حقوق الإنسان أن المسلمين انتهكوا الأشهر الحرم، كما نقول اليوم انتهكوا الحقوق الإنسانية. ماذا يقول القرآن مواجها لهذه الظاهرة ومبينا للحق فيها؟
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. هذا سؤال. والقتال فيه كبير. وصد عن سبيل الله. إيه غير. والمسجد الحرامي وإخراج أهله منه أكبر عند الله. والفتنة تواش أكبر من القتل. شوف الدوائر. دائرة الزمان أكبر هي والله دائرة المكان في القرآن. دائرة المكان أكبر من دائرة الزمان. انتهاك الأشهر الحرم انتهاك زماني. انتهاك مكة وإخراج أهله منها إلى المدينة. انتهاك مكاني. بالانتهاك المكاني أعظم من انتهاك الزماني. لكن الفتنة أكبر من الاثنين. في الإسلام يضع درجات وفق الدرجات وهو ليس الفقيه من يعرف أن الخير خير من الشر، لكن الفقيه من يعرف أن بعض الخير خير من بعض الخير وأن بعض الشر خير من بعض الشر. أنه قلل الشر. مثلا أنا كنت أبو زراعتين، واحدة من أمطارة واحدة ما هي من السر. الراتين ما هم طارات نفسخ واحدة منه على لقد تقليل الشر. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ، جزاكم الله خير على هذه الشروح الوافية والكافية. دكتور، نعود للسؤال عن من خلال التجربة، من خلال الممارسة، ما هي أهم الأمراض التي لاحظتموها عند أطفال؟ لا مانع. نعم خلاص مباح. وهنا نقول من جراحة أطفال ما يجد المقام، ما يجد يتسع لذكر الأمراض كاملة، غير اللي يهم المشاهد واللي لا يفيد أكثر الأمور اللي يا الله تنبهه، لأنه يا الله يمشي عين طيب العجلة. مثلا يشير أخرج إلا اللي يضع يقذف. هذا حالة عرضية يا الله تعود تنبه الوالدين، ويا الله ديركتا ما يمشوا مباشرة، يمشوا بيشير قيسين بيطر بيلي يقذف. عنده انسداد في المريء والله انسداد في المعدة والله الأمعاء تحت، وهذا حالة ما مع عيش لما تداوى جراحية. الوقت اللي يشير ويرضع مرة مرتين ثلاثة ويلاحظ أنه كل اللي رضع يقذفه تقيأ، يا الله ينقاس به الطب العجل ينقاس به جراحته. يصير مثلا في حالة من حالات يقذف قذافة أخضر، هذا ما في، يا الله ذاك الوقت ينقاس به الطب. العادة عاد عقاب الليل يا الله ينقاس به الطب، والعادة القايل يا الله ينقاس به الطب. هذا من الأمور اللي نبهوا ليها. يشير مثلا خلق عنده كرشو فيه انتفاخ ما هو عادي، يا الله ينقاس به الطب. يشير مثلا خلق ولاحظ انه المخرج ما فهم بلو مسدود بلو، يلا باشرة ينقاس به الطب. يدي حالة استعجالية لابد لها يدخل جراحي، يدخل جراحي سريع. هذا من ناحية الجهاز الهضمي. آلام معها الحمى، آلام في البطن معها الحمى، هذا لابد لها ينقاس به الطب. من ناحية المسالك البولية يشير لاحظ والديه بأنه هم مثلا زر من الزرورة أكبر من الزر الأخر، هذا يلا لابد ينبه ملي الوالدين أنهم يقيسوا بالطب. حالتها مع عسر في البول، كل مرة تلاقي بول تلاحظ أنه عنده عسر. عدم شو يقول، عدم تعداد الفضلات بطريقة منتظمة، هذا ملي نفس الشيء. هذا اللي يقولوا له العقاع عند ترك الهضم لك حد ذاك أساسي، لكن يتخطى 48 ساعة ذاك ما نورمال. يعني يلا يشير يجي معناته يواسي ذاك العقاع عند الخلاقة الساعات الأولى من الحياة من عقب الخلاقة. ولا يلا يتخطى 48 ساعة عقب ذاك فهم مشكلة بيدي قد ينتج عنه تراكم الفضلات في المصارين ويقدم أمراض قد تعود قاتلة في بعض الأحيان. معناها أن الأساسي الأمور اللي منبهة على الأقل ياك خارج من الشوهات مثلاً اللي ظاهر قاع، لكن مثلاً ما هو قاع، ما محتاج لاحظوا إنه ما هو شيء ما هو طبيعي ولا يجيبوه. غير هذا النوع من الأمور هو اللي فيه، لكن تعود أعراض خارجية تنم على منبه على مشاكل شمالك عود قاتلة. هذا هو الأساس. واضح، شكراً جزيلاً. من ضمن الأركان الثابتة في تحت الخيمة الرمضانية ذاكرة السهرة، نلقي نظرة يا سادة المشاهدون الفاضل على هذا العنصر ونعود للتعليق عليه بمشيئة الله تعالى. تسائلني فلانة ما الجمال، فقلت العلم والعمل الحلال، وقلت لها نعم فينا رجال جمالهم أقر به الرجال، فقالت لي وهل فيهم جمال، فقلت لها نعم فيهم جمال.
العلامة الراحل المختار والحامد في ترجمة للعبقري الدكتور جمال الحسن في سنوات نبوغه الأولى. استمر تألق الفتى العبقري وتفوقه في الأدب والكتابة والتأريخ. توجه إلى جمهورية تونس وعاد منها بشهادة التبريز في الآداب وهو في بداية العشرينات من عمره، ليتربع على كرسي تدريس العلوم الإنسانية في موريتانيا، وتخرجت على يده أجيال تمثل ذروة النضج الأدبي والفكري في البلاد. درس الراحل في جامعة نواكشوط والمدرسة العليا للتعليم، كما عمل أستاذا لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ثم جامعة عجمان بالإمارات العربية المتحدة، حيث وافاه الأجل المحتوم هناك في حادث سير مؤلم عام 2001. كان رحيله مدويا على جميع منتسبي الحقل الثقافي الفكري والأدبي، وصعق الجميع لفقد الذاكرة الشعرية والتاريخية لبلاد شنقيط. لم يطل عمر جمال، لكنه كان عريضا على حد تعبير أحد علمائنا الأجلاء. هاجت قرائح الشعراء وسال مداد أقلام الكتاب ممن عايشوا الرجل وخبروه إشادة بمناقبه، أما شهادات العلماء حول أخلاقه واستقامته فلا يمكن حصرها، كما لا يمكن حصر شخصيته الموسوعية في بعد أو تخصص واحد. الأستاذ جمال والحسن أحد المشايخ قال يومها بأن عمره لم يكن طويلا وإنما بل كان عريضا. ما هو تعليقكم قضية الشيخ؟ لا شك عرفتموه، عرفتم جمال عن قرب خلال عرفت جمال شابا، وعرفته أيضا شيخا ومدرسا وأستاذا، عرفته في مختلف المراحل، عرفته متدينا وعرفته مفكرا وعرفته أديبا. الحقيقة جمال كان زهرة نمت وذبلت بسرعة واختفت مع الأسف. كان صورة رائعة للفهم والذكاء والتدين والثقافة والمعرفة والمحافظة على الأصالة الموريتانية في مختلف أوجهها، ولا غرابة بذلك، فهو ابن تلك الأسر التي تربت على ذلك المجد العتيق الجماعة الفاضلية. صحيح. جمال رحمه الله تبارك وتعالى كان مفخرة لنا كلنا، كان صدى مدويا في الثقافة، كان مرجعا وتحاكم إليه، وكنا نستفيد منهم، وهذا ما يعرف بتعلم الكابر على الأصغر، استفاد منه كل أحد سواء كان كبيرا أو صغيرا. كنت أناقشه لأستفيد منهم، كنت أدرس معه بعض الأمور المعقدة فيقدم حلولا ذكية جدا. تميز هذا الشاب بذكاء مفرط وبحافظة مفرطة وقوة في العلم والمعرفة وقدرة على مواجهة العلوم، فلم يكن له إلا أن يذبل لأنه عاش عمرا عريضا، فرجع طوله في أرضه إلى شام. نترحم ونرجو إن شاء الله أن يظل شبابنا سائرين على هذا المنهج، وأن تظل جمالات أخرى تنشأ في موريتانيا. اللهم اغفر لجمال، واللهم ارحم جمال، اللهم انصر جمال وبني جمال وابناؤه. إن شاء الله بعده سوف يأخذون منهجه إن شاء الله، وإخوته وأخواله وأعمامه، كل الأسرة، كل التلاميذ الذين أخذوا عنه سيكونون جمالات إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. الشيخ، الحديث عن جمال والحديث عن هذه الشخصيات التي شخصيات أثرت بشكل كبير جدا في التراث، أثرت بشكل كبير جدا في الشعر الفصيح والشعر الحسني، أثرت بشكل كبير جدا، حملت معها إشعاع البلد خارج حدوده، هم كثروا لله الحمد. هذا العطاء يتواصل. تعتقدون هذا الشيخ ما هي السبل الكفيلة بأن يتواصل هذا العطاء وأن لا يفتر، كمان أن يظل في شكله المعهود، أن يظل الشيخ الشنقيطي مثالا للحفظ، مثالا للنباهة، مثالا للمعرفة، يعود إليه غير الشناقطاء ويعود إليه الشناقطاء إلى ما حل وارتحل. ما هي السبل الكفيلة؟ اسمح لي أن أقول لك أني أؤمن بأن الإنسان الشنقيطي إنسان نادر جدا، وأن هذا ثقافة ولدت في الصحراء تحت الخيمة،
ليست في بغداد ولا في دمشق ولا في حاضرة الحواضر تحت الخيمة في الإسلام، لكنها ثقافة عجيبة جدا وعبقرية نادرة جدا. وأنا على يقين أن عبقرية الموريتانيين سوف تظل إن شاء الله انفتاح، لكن المدرسة الحديثة إذا كانت ضرورية فإنها تكبت العبقريات. فأنا أرجو من مدارسنا أن يتركوا فرصة الحرة للانفجار الثقافي، لا يقيدوا النشأ بالمنهج، هذا هو. أظن أن المنهج يكبت. نعم صحيح. والمدرسة الحديثة كبت ليكون البريد مع ذكي مع المتوسط، وهذا ما ينشأ عنه عدم ظهور العبقريات. جمال لم يظهر في المدرسة، إنما ظهر تحت خيمتي. نعم. جمال ظهر كاستثناء. الشيخ عدود نفس الشيء، الله البي نفس الشيء، الشيخ بولن عباقرة موريتانيا الأقدمين كلهم نشأوا تحت الخيمة. إن شاء الله أنا أؤمن بأن موريتانيا عظيمة، وإذا لم تكن كانت لديها وسائل اقتصادية وتكنولوجية فإن لديها عبقرية نادرة جدا صالحة للإنتاج العظيم. وأذكر هنا أن ابن من أبنائنا أخيرا انتقل، وهو الآخر كان زهرة من الزهور، وعبد الله يولي المصطفى رحمه الله تعالى. كان كذلك هو نابغة، كان عالما. لهذه المناسبة لا أنسى هذا الشاب، قد كان غريبا في الحافظة والذكاء والمعرفة، رحمة الله علينا وعليهم جميعا. رحم الله السلف وبارك في الخلف. نلقي نظرة أيها السادة المشاهدون الأفاضل على الأسئلة الفقهية لهذا المساء ليرد عليها ضيفنا الأستاذ العلامة محمد الثاني. تجاوز بسرعة إلى موضوعنا، وهو موضوع الحوار، حوار الحضارات. سؤال الفقه عن الأوقات التراهية كان أفضل حدث لي أول ليل ولا صلي آخر ليل؟ سؤال الفقه هي كان لابن 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 حد 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 الابن ابن هذا اللي جاي ما هو شرعي، كان لابنه كان محرم والله ما يمحرم. حد رمضان الماضي فاتوا من النهار غير عقب ما ذكروا قاعدين جاء رمضان ساعة انه جاء رمضان وصام رمضان من درشنا حكم. احنا طالعين سؤال الفاقين مسؤولين، اذا كان لقاش قطع عضو احنا للزمن كانوا قد صوم رمضان بارك والله ما قد يصوم. شنو احكام القصر في الصلاه؟ أنت انسان يقصر في الصلاه؟ مسول على رجاج في رمضان يعني صوم في الزقار وصام ويفطر اجبار بعض مثلا التهاب بالكرش ولا شيء لازم يفطر كان يواقي لاحقوا منه شيء ولا شيء. هذا قال الكره الشرع لهم للصحه يا رجال. كان مولاه يقد يصوم والله ما يصوم عاد ما عاد بالو عمليه. كان يقد يصوم والله ما يصوم. طرحوا للطبيب وطرح عمله للفقيه حول هنا. كانت لكم أيها السادة هي تساؤلات مشاهدينا الفقهية، يردوا عليها ضيفنا العلامة أستاذ حمدان ولتا. أستاذ، تراويح هل من الأفضل أن تصلى أول الليل أم آخر الليل؟ الأفضل أن ينفرد بها الإنسان إذا كانت المساجد معمورة، ولا يشترط أن يقرأ فيها القرآن كله، بل إذا قرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس إلى غير ذلك، فقد حصل له الأجر. مع أن الختم فيها أفضل، إذن الأفضل أن يصليها في بيته. حد سوري كان لابن غير الشرعي كان محرم ولا لا؟ نعم محرم. حد قال عنه رمضان الماضي كان يسأله من النهار والساهل نهائيا لين جاء رمضان بدأ الصوم حد متفقد ذاك. إن شاء الله يقضيه وراء رمضان ويعطيه لبن من مارو والله لبن من الزرع والله من القمح من اللي يوكل في الخيمة فقير. أحكام القصر في الصلاة ما هي؟ القصر عنده مسافة، أي المسافة هي 48 كيلومتر 48 ميل، ونذكر عن الميل ما هو الكيلومتر، هذا تحقيق يلا الناس تفهمه. خالق عالم سنغالي قال لهم بكبوس كبير من أخوال الشيخ أحمد دومبا يقول مفتشوا قدر الميل بالمتري، معناها على الميل 1481 كيلو،
وهذا بالضبط لا يعود 71 كيلو، وهذه مسافة شفانة من مكة اللي قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، معناها يعني الله 81 كيلو 71 إلى أكثر من ذلك كامل يقصر فيه، أما ما دون ذلك فلا ينبغي أن يقصر فيه، وراجع 48 كيلو ما يكافي الناس ماشي عن الكيلو الله والمي، وهذا ما هو حق. صحيح. يلا هذا السفر ما يعود في معصية ولا يعود في اللهو، لغرض حاجة لا يعدلها، لا يداوى، لا يشري بضاعة. يعود مباح. حد قط عضو حنش. حد قط عضو مسو حنش عضو. أي رواية مشتهرة عند مناطق موريتانيا الشرقية. أن حد قط سم إنه يتم دائما فاطر، هذا ما هو حق. ما يصح. الله يخرص إلى عاد بدن السليم صوم مات للسليم، ومن هو اللي يجي الخبرة الطبية له يستشار الطبيب. السم كم يعطي دكتور في الجسم؟ السم ما عنده وقت، لاهم الأعراض الحادة، وقت الأعراض الحادة والتورم، وذاك حق ما يلا يصوم به اللي خلاهم فيه انتباج وفيه تلف، ولا يلا يصوم غير ساعة اللي يعود الشخص عاد ما تلهم وراء موضعي ولا تلهم شيء، يلا يصوم. واضح. حد قطع عدد العملية يسوي اللي كانوا يدرسون، مسوي الفقيه ومسوي الطبيب، ملي لا يحولها للدكتور. الدكتور انتم ايش رايك؟ العمليات يختلفوا، خارج العمليات مثلا في الجهاز الهضمي ما عنده اي ما عنده مشكله. اساسا يعود عقب العمليه بعيد العمليه. مثلا عمليات في المساكن البوليه يعني تعود مشكله، كانت مشكله مثلا في الاحجار الله شيء، يقد يعود الصيام يقد يؤدي نقص في المياه ويؤدي تخثر في البول، وذاك يؤدي تكون الحصيات من جديد، ذاك يقد يعود ستون مساكن البوليه. نعم. انا قد اقترحت مع الاخوه الاطباء ان نوضع لائحه حل الامراض المفترة والامراض غير المفترة، ياكل سلك الناس من الارتجال. نعم. مثلا انا ظاهر لي عن هذا الامراض اللي تعلق بعسر البول كامله مفترى، حق ولا ما هي حق؟ ما هي كامله. اللي منها انسدادي، اللي منها مثلا هم تشوه وانسداد في مسلك البول، ولا صام المريض لا يؤدي ذاك يتكون حصيات، هذا اساسي مفترى. البقيه كامله. ايوه الامراض اللي تتعلق بالقلب. مرض يتعلق بالقلب شاكل الصوم قاعد لا يشبه فيه، لين يعود ما هو ما هو ما هو ما هو مرض متين، لا بد له مياس من الادويه. حد يقبل دوائين مثلا يوميا؟ دوائين والله ثلاثه، لكن يكون دخل غير مثلا حد عنده دواء واحد عنده ضغط عادي ما هو ضغط متين، يشبه العكس في الصوم قاعد من الامراض السكريه. امراض السكريه ذي اللي مولي منها ما هو ولا ما يقبل الانسولين ولا يقبل ادويه متعدده الا نفس الشيء. مفضل الشيخ اطباء كان معنا ليله هنا مارو ياسر ليله ثانيه من رمضان، كان معنا الاستاذ محمد مختار المبالي، وقال عنهم على مستوى المجلس عنكم قطع عدلته تجربه جمعتوا فيها بعض من الاخصائيين في مجالات مختلفه كذلك بعض من الفقهاء، وعن خلال الحديث عن تم وضع تقريبا لائحه من الامراض المفطره، هذا مهم. وقال عنه لمسه عن بعض اطبائنا عنهم عادوا متخوشين حوت من يفطروا الناس، وبالتالي عاد فيه نوع من الورع الافراط تقريبا. انا دائما اتهم الاطباء مع انهم ورعين غير الله يتفرعوا على حياه الناس. صحيح. انا قلت مره للطبيب معي ثم قلت له عنه يمشي يسول هو قايل داس في الطريق والله حد مثلا عنده سكري والله وقف في الرنقي حاني يجيكم داس. خطير. خلينا نقول عن المريض مبدئيا اللي كامل مرضه قوي يفطر، غير بعد الخبرة الطبية يتبين هل يضره ولا يضره. صحيح. فضل الشيخ في هذا الإطار حد مسوي له هنا كان سيدة قالت عنها عندها الحصى هذا، وعن قالها افتالها الطبيب فعلا بضرورة عن الشرب هذا الحصى اللي عنده في المرار، وقال عنها لابد يشرب به لابد من السوائل اليومية. ورا ذاك هذا قالت عنه اللي تقريبا سنوات 2000 وشوي، ورا ذا قالت عنها قال لها حد أنا كانت يارثة تم توخذ فيديو عن كل يوم صامت، وكان هذا صحيح ولا ما صحيح، والعاد صحيح كان تجمع لرمضانات كاملة توخذ عنها فيديو عن كل يوم من رمضانات الفايتين ولا لا. أنا أختير الأطباء يعزوا للأرواح عزهم من اللي على الصوم، والله قاعد يزيدوا على الأرواح. الأرواح به اللي الروح مقدمة على الصوم. نعم. الصوم ما المولي يفطر ليش؟ محافظ على الحياة النفس.
أنا على المحافظة على النفس مقدمة على العبادات. أنا ما نقدر نزيد معدل لي عملية في قطح في العين. يقول لي الطبيب عني ما نزيد. صح. ما في شيء. يقول من نزيد له يطيح الحجر قال ما يقول لي. نعم خطير. حتى من اللي الأمراض الخطيرة في دقيقة واحدة ملاقع ينقطع. ما نعرف وين تنقطع علينا الطبيب ونعود وهرطنا به. نختار نخلوه يفطر. يراه ويلبان عن النوم. يقدي الصوم أول النهار غير من نقتل العوام ما يصوم صوام العوام يقول لك ما نخسر نهاري نخسر قواد نصبح صايم رأي ولاد القايل وتبين لي يعني ماني قادر للصوم نسرب أنا نعرف شيء ماني منه كلهم يصبح صايم ومنين يضحى النهار يقول جيبوا لي زريكتي يعرف أنه ما تقدر يصرف يقول أخوه يشرب قلت لي يدل على أنه نادم معدل الشيء أو ما هو معدل هواه ولا معدل أغراض وهي هذه الأخت اللي حالتها هي مثلا ذاك الفيديو خارجة ولا ما هي خارجة؟ للم لا اللي قالها طبيب عنها تفطر عن عندها حصيات في المرارة عنها تفطر لا تفطر هي فطرت غير سوى قال لها حد قالت عن قال لها حد كان عن كل يوم يرى تعطي عن الفيديو صحيح ولا لا؟ تفطر فقط فيديو اللي هذه من معطيش ما هي واجبة من دوه وفيديو ملي ما هي بلا يدان اللي من المارو بعد الاستخ بار طيب ومن ضمن المسائل اللي تحدث عنها قضية الشيخ قضية قضية المرضع تفطن به اللي عنده يشير نعم ويشير ما في العيار والحامل ملي خطيرة هي إنسانين وتتغذى على إنسان واحد وخبرني به الدكتور وعليه يلطفوا بها ولا عم ما تعطي عن الفيديو المرضع ما تعطي فدي ما تعطي فدي واضح به اللي سببها متصل والمرضع الحامل ما تعطي فدي والمرضع تعطي فدي واضح جزاكم الله خير فضيلة الشيخ نلقي نظرة الآن على الأسئلة الطبية ثم نواصل نرد على هذه الأسئلة ثم نواصل ما تبقى من فقرات هذه الحلقة يقدم سؤال للطبيب اختاروه يقدمون نصائح عامة حول الفطور لأن الكثير من الناس يعني زاد فطوره غير منتظم والمواد اللي يفطر بها قتود ما هي غنية بالفيتامينات اللي تمنح القوة الأكثر ياكم يتابع رمضان اختاروه يعطينا نصائح عامة حول جميع المواد اللي يمكن اللي يعني زاد تكون مفيدة في جسم الإنسان أثناء رمضان نختار نسوي للطبيب عنا رقاش دائما يتحسس تحت صرته دائما يتحسس به ذاك مناش طاري ودائما أني نشرب الماء يثقل علي نختار ما اللي نعرف مناش طاري جاوبنا عليه نختار نسوي للطبيب عنا رقاش دائما لين يفطر يحس بشيء في مجبنته داخلي يشرب تقريبا كيس سوب ولا نشا يحس بمجبنته من قدام كيشي توجعه ما هو قاعد يشرب الزريق ويفطر يعطي شيء زريق ما يعطي ملاه قاع ما هو عطوش ما يعطش تم لا يجوع تصور طبيب ذاك مناش ندرى كان حد فيه اتنسيون يشبر اتنسيون هذه اللي يعود بعض الاوقات يعود فاقد العقل ما عنده عقل يقدر يتحرك على شيء ولا يقدر مثلا يتصرف لين تعود الخامسة عقب ثنها تنسى اللي راح يرتفع عنه ذاك المرض نبغي نعرف هو شنو نبغي نعرف ملي كان عنده دواء أنا مسوي للطبيب عن حد دائما يقبلوه قناريف وأنا متسام في المجبنة كانوا قد يصوم الله ما نبغي نعرف حد صايم وتوجع وكرشه وقابله القلاف كان واجب اللي يفطر والله ما يفطر إذن كانت هذه تساؤلات مشاهدينا الطبية نرد عليها بشكل سريع حد دوركم تعطوه نصائح حول الوجبة المتكاملة خلال شهر رمضان الوجبة المتكاملة خلال شهر رمضان يلا عود يراعوا فيها مسألتين يلا يعود أول شيء يبدأ به المريض هو المريض للصائم يوكر شيء يعود فيه الحلويات نعم بأنه ذاك أساسي
ياك به الجسم انه 24 او اكثر من 24 ساعه هو ما ما ما, ما يجبر السكريات ولا بد يعود الاساس في الوجبات وجبات فيها السكريات هذا اساسي. المرده الثانيه من حق من الرقاج فوت نهار هو ما يشرب ما يلا ياكل اللي يشرب كامل يشرب في وقت واحد يلا يحاول بانه الليل كامل يوزع فيه السوائل اللي يشرب ومستحسن يشبه تعود الموحده من الزريق بين الزريق اللي لازم نعدل احنا ياك يسقينا الماء يا غير ما عنده قيمه غذائيه اساسيه احسن المياه اشبه الماء اشبه من هذا اللي يعود تحت الصرا عاده نسبه وش هي دكتور تحت الصرا فيه ياس تمشي فيه القولون فيه الامعاء الدقيقه وفيه المراره وفيه الكليموراه معناه انه ما يجد حد يحكم عليه ما يجد حد يعطيه تشخيص حد دائما عند الافطار وقت الافطار يشعر بالم تينه في المجبنه من الناحيه الاماميه قال ما نعرف صايك لما ايش داير بها الاغلبيه الالام اللي تخلق عقب النوكيل هم الامراض اللي في الكبد والمراره مرض الكبد والمراره اللي العصاره الكبديه سبحان الله تنجمع وقت شخص ما صايم يسوى صقع صيام شرعي والله ما هو صيام شرعي يجمعوا فيه العصاره الكبديه وقت لوكيل عندي يبدا الشخص في المضغ تبدا هي تفرز بك السوائل ولين يعود فيها احجار والله فيها حصيات والله فيها التهاب وقت طريص العصاره الكبديه يخلق ذوك الالام هذا قد يخلق ملي من امتلاء البطن لين يمتلأ حتى حد قال الضغط وعقب قال كيف تلغى الهيان يخلق له طيله النهار لين الخمسه تقريبا لكن لا الله يقيس الطبيب اي شخص الغلاذي عاده دكتور شنو سببه؟ الغلاذي كي قلت لك الغلاذي فيه ياسم شيء قد يعود المعده قد يعود المراره قد يعود البنكرياس قد ياسم شكرا جزيلا دكتور الان نتوجه يا ساده المشاهدون الافاضل الى فسحه هذه السهره وهي هذا المساء يقدمها زميلي شيخنا الأحمد حيث يحاور المخرج يعقوب والبيان تابعه مالي يساد هذه الفسحة ثم نعود بعد حوالي 10 دقائق قليلا. شكرا زميل مختار مرحبا بكم أيها السادة المشاهدون في فسحة الخيمة الرمضانية لهذه الليلة. ضيفنا في فسحة الليلة المخرج والكاتب والأديب والألقاب ثم أكثر من ذلك زميلي يعقوب البياه مرحبا بكم. مرحبا بك ورمضان كريم لكافة الموريتانيين وللأمة الإسلامية كافة. للتذكير مشاهدينا الكرام يعقوب كتب وأخرج مسلسل قلوب وجيوب الذي تبثه الموريتانية خلال رمضان الكريم يوميا كذلك في العام الماضي كتب وأخرج مسلسل بنت الناس اليوم الليلة نغوص في هذه التجربة يعني تجربة قلوب وجيوب ماذا حققت بعد مت الناس؟ مظل عن فات الحق نقبال شدوا أخبار ماذا حققت بأن احنا نزلنا في حلقة السادسة ولا السابعة هذا حتى قاع سابق تنبث ظهر كنتم عن اللي اشتغلتوا عليه احنا قاعدين عن تجربة قلوب وجيوب السنة استفدنا من خلال الإخفاقات اللي رأينا في مسلسل مت الناس الماضي استفدت على الأقل فنيا وإن كان مازالها مياسر من الملاحظات اللي في الحقيقة تحتاج لدراسة مسبقا ونحن هذا اللي نقاله دراما موريتاني مازال يعيش فترة الإرهاصات ما تقع بلغ مرحلة المرحلة الأولى مازال في إرهاصات شاهدنا خلال السنوات الماضية تجارب سلسلات كل نهار وحلقة عقب أول مسلسل تلفزيوني ومت الناس على علاجه خاض الحمد لله بسلام وإن كان أثار جدل وحملوه الناس من خلال النقد والرد عليه فوق طاقته اللي هو تجربة أولى لشم الهواة عقبه السنة الحمد لله يدخل موريتانيا دخلت مسلسلين وجوه من خشب وقلوب وجوه وغير كان الأصداء اللي جبر المسلسل عام الأول من الناس كان جبر هذا المسلسل حتى من ناحية لا حد من ناحية التقبل عام الأول ابتداء من الحلقة الثانية سنة الحديث عن مت الناس وعن ما يثير هي سلبا وإيجابا وما يثير وهي السنة هم كتابات على الاستحياء ما هتعد فيها قبالة ما هتعد فيها نقد كيف الإثارة اللي خلقت السنة الماضية وهذا بسيط هي السنة الأولى التجربة الأولى لا بد يقولوا عن إيش كله داخلين له دهش دائما المسألة الأولى تثير أكثر ما تثير المسائل الثانية السنة احنا عندنا مسلسلين مسلسل كي قلت لك وجوه من خشب ومسلسل وانا مع هون ما دمت ذكرت مسلسل وجوه من خشب
لهم عدة مسلسلات، لماذا أنتم ككتاب ولا كمخرجين ما توحدوا الجهود من أجل إخراج عمل ناضج، عمل درامي ناضج؟ السؤال ما نطرحه نحن، لماذا الدولة كدولة ولماذا وزارة الثقافة كوزارة الثقافة ما تعود عن طرح بال للمجال؟ هل انتم النواه يفترض عنكم؟ احنا النواه قال احنا جهودنا من غير من غير من غير دعم لا قيمه لها. الفكره احنا قطعا عن لو كان خلق تلاقح بين مختلف المنتجين اللي يسهروا على العمل يقد قطعا يخرجوا بعمل افضل. قال منين ما انا في لقاء الشباب الرئيس امام رئيس الجمهوريه طرحت مساله الدراما كصناعه تحتاج لالتفاته، وفعلا الرئيس تعهد بدعمها، وان كان ذاك مثال في الطريق نحن ما تريناه لا دراجة ان شاء الله نعود مستقبلا ليتندعم. كانت يلا وزاره الثقافه تعود هي الراعيه لهذا المسلسل. نحن كانت خلاص المسلسلات اللي خاضوا ما فيهم ما يعطيتهم ابسط رعايه، كانت وزاره الثقافه هي اللي راعيه المجال به لمجالها. وانتم اتصلتوا بها؟ نحن نعرف نحن ما اتصلنا بها، نحن ما احنا حاولنا غير الابواب مغلقه، احنا ما رينا طريق نجوا بها يا غير العمل. يلا كان يعود صميم هي تعود هي اللي راعيته وهي اللي ما خم نقحته به اللي هو هذا اللي تعرف عن رمضان عنه الشهر الفرجة بامتياز يدخلوا فيه أكبر الأعمال الفنية الدرامية وبأكبر النجوم أكبر الوجوه، ونحن داخلين هو خير 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 شيء من لا شيء. نحن نعرفوا عنهم ياسر من ملاحظات وهم ياسر من شو قالوا الارتجال وهم ياسر من محاولة من الفراغ. يغير بعد تجربة فاشلة أحسن من عن ما تدهم تجربة على الأقل. إن قال هاي المرة مسلسل خاصة صورته، مرة جاية مسلسل قصته ما محبوك وتم هذا بتدرج من عقب نوصل يوما ما جيد لعمل متكامل. في هذه النقطة البعض ربما يرى أن كان يتوقع الأحسن هذه السنة بعد تجربة بنت الناس، مثلا كان يرى عن فنيا من حيث الحبكة عن كان يلا يعود يتوقع من قلوب وجهوب يعود أحسن، وهو ربما عنه يرى أنه ما قدم شيء. هاي التوقعات على ما جاءت قلوب وجهوب أحسن فنيا، أحسن فنيا، أحسن من ناحية كاليتي ديماج الصورة ومن أحسن فنيا الصوت أحسن من غير مثلا تم شيء قالوا لدى أداء الممثلين، وهذا نحن خارج عن المهم كادر بشري. الرواية عندهم السنة أكثر هي حبك من السنة الماضية، اللي هي السيناريو مكتب سابق يبدأ التصوير عامله قريب من 13 حلقة مرتجلة ما هي أصلا مكتوبة. لا احنا عن طريق تدرج السيناريو عندنا ماشي ندور نوصل للنهاية ولا هم حبك كبار. وفطن بعد السنة فيات من ملاحظات نعرض عنه دوره قاعد فطن السنة جاعد فيها ملاحظات يغادة مو اللي منعنا من تمو نجربه، مو اللي منعنا من تمو التجربة تقودنا التجربة أخرى. حتى معكم لا يتوخذوا عمل خالي من هذه الملاحظات تلاقى منين 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 تلفت عين الجهات اللي يلا تعود عم عن يبدا قطعا، وما اللي خايف يخلق شوي من تلاقح وشوي من تجابير بين الناس اللي تنتج اللي تشتغل في المجال. قطعا السنه الجايه تقدر تشوف عمل موريتاني ناضج يقد يحقق مستوى فرجه اعلى من الاعمال اللي حالا الحقيقه مهزوزه، لاقل ما قد نقال عنها اعمال مهزوزه واعمال تحتاج لياسر من اللفته. من درى خارج عائق يتكلموا دائما عن نظرة المجتمع لهذا، صورة نمطية عند المجتمع عن الدراما وعن التمثيل. من درى كان هذه كان عادة اليوم متجاوزة هذا شيء ما كان زاد ما تاتي العائق الأكبر. لا هي مزاد عائق أنا هذا كاتي مسلسل قلوب وجوب عانيت فيه أكثر من عانيت من الناس. انتشاك عن من الناس ليتعود مرحلة تخطينا من ذيك العائق. واحنا كانت فيها اكثر فتنا عدنا ياسر المشاهد وانسحبوا القافلات كانوا معانا نظرا للضغوط من اهاليهم، ادانا ذاك باعاده جميع المشاهد اللي عدوا معانا. وطبعا تعرف عن احنا موريتانيا ما نقدر قاعد نتقيدوا حتى بالقانون اللي مبينه في العقد، ما نقدر نقولوا لحد برا يوخذوك تعرف ما هي قبال اخترنا احنا نضحوا احنا ونلغوا مشاهد هي ونقبضوها واحده جديده وهكذا كانت من العائق مازال تروح. ونظرة المجتمع ما يخلي الدراما تحتاج عن المجتمع يركز به اللي هو انت ما دمت انت براسك متابع انت مستهلك. شنو دوركم انتم عنكم يلا تفهموا هذا لين احنا فهموا هذا بسم حاله احنا خلال اطلالات تلفزيونيه واذاعيه حاولنا نفهموا للمجال شنو هو. وفطر المجتمع فاهموا
ويغاد مازال يعيش نوع من الارتباك. الارتباك بين المجال الجديد عليه. فما ملاحظه لفت انتباهي عند بعض من المدونين هاي لاحظوها على المسلسل. المسلسل لماذا ما يتم اعتماد اسماء موريتانيه بالمسلسل؟ محمد رمي، محمد سن. مثلا الاسماء الموريتانيه بحته بدل هذه الاسماء المستورده كيف حاسم ومحاسم ناصر الى اخره. شوف احنا من خلال السيناريو ناقشنا من خلال السيناريو. مثلا حد شاف الحلقه البارح يقول انت لماذا ما تسميها العناد؟ والله تسميها تعجب بدل ما تسميها محاسن. دور نقوله من خلال الاسماء اللي عندنا عن حتى عن مجتمع المستهلك حتى في الاسماء. وهم الاخ عايق تعرف انت حكايه من يسموه الشيخ والعبد الله والله فلان قال هذا اسميه فلان. حكايه يضطر لماذا بابا مين في ورطه فرطه يقول قوس وشيف خايف من الاسماء لماذا بط مقعور سابقا يلود اسم بط مقعور هي الاسماء حساسه. نحن الموريتانيين كل جهه عندها اسامي خاصه. بين قال لك هذا كاتب انا عنه لا غزل فلان والله فلان مين بتقوى اسامي مستقله ما قد حد يقول لك عنها هي وما قالهم اعتباطا. انت قالهم دور تقول مالي عن المجتمع الموريتاني انه عادي يستهلك حتى الاسماء حتى مستهلك بامتياز. احنا الوقت يبدو انه ككلمه اخيره شو نتوقعوا من العمل الدرامي الانتاج الدرامي بعد رمضان؟ راجعين على خلقهم دعم وخلقهم لفت على المجال. راجعين ان شاء الله عود بعد رمضان استمراريه لهذا النوع من الاعمال وتعودهم فعلا دراما موريتانيه حقيقيه. يقعد الموريتاني قدام شاشته قدام تلفزته ويشوف راسه في مسلسلات موريتانيه تتكلم بالحسنيه وتناقش همومه ومشاكله بتقنيه فنيه عاليه وباداء ملي اخرى من كوادر ممثلين مدربين. جيد. اذا شكرا الاستاذ يعقوب البياه الكاتب والمخرج. اعود بكم مشاهدي الكرام الى زميل المختار ومتابعه بقيه فقرات الخيمه الرمضانيه. متابعه مريحه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لزميلي شيخنا احمد كما اشكر كذلك المخرج يعقوب البياه ونتمنى له التوفيق في مشواره الفني حتى تنهض دراما في بلادنا بالشكل المطلوب. طيب فضيل الشيخ للعودة إلى حديثنا، ماذا عن إشكالية الاختلاف الفكري في الحوار؟ كما قلت الحوار يحتاج إلى طرفين يقبلان أنهما طرفان يختلف بعضهم بالآخر. السؤال المطروح هل إن الحضارة العربية تعترف بالحضارة الإسلامية كمحاور؟ نعم. وإنها تعتبرها هزيمة؟ صاحبها يحاول أن يتعلق بالمتصل. إذا كان الأمر كذلك فإن الحوار سيكون سلبيا. وقد حضرت عدة محاولات للحوار المسيحي الإسلامي. نعم. حضرته في ليبيا، حضرته في عثمانيا، حضرته في تركيا. وكانت مواضع أكاديمية أكثر منها عملية. كنت أرجو أن يكون حوارا يفضي إلى أشياء مقبولة. تذكر الحوار الذي حضرته في ليبيا أن المحكوم قذافي كان رجلا شجاعا. لا أنسى له أبدا موقفا توجه فيه إلى الكاردينالات يقول لهم نحن نعترف بالرسالة المسلمة. ونعترف بعيسى وبأم عيسى ومقدسهما لكن ما تعترفون أنتم محمد صلى الله عليه وسلم. أرجوكم أن تطلبوا من البابا أن يصدروا اعترافهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم حتى نكون حصلنا على معادلة اعترافنا به مع أن اعترافنا غير مشروع هو اعتراف واقعي. تفضل شيخ. الاعتراف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم هو المفتاح في الحكم. إذا وصل الحوار إلى الاعتراف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم من طرف الحضارة العربية كنا في حوار حقيقي. أما ما داموا لا يعترفون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فإن كل الحوارات عند رغايته عند شنو كلامته. صحيح أننا نلتقي في بعض المواضع الاجتماعية والثقافية لكن المفكر الإسلامي فيها مرتكز على أنه مهزوم
يحاول أن يبرر عن طريق منطق لآخر. نعم. كما أقول دائما إن الداعية الإسلامي مر بمراحل. نعم. يتركز على عكاكيز الغرب، فإذا قالوا إن الديمقراطية هي كل شيء قال الإسلام ديمقراطي، وإذا قالوا الاشتراكية هي كل شيء قال الإسلام اشتراكي، ولو أنهم قالوا الوزنية لقال الإسلام وزني. نرجو إن شاء الله أنهم ما يصلوا لهذه المرحلة، لأن لا يجدوا لا يعتبر نفسه ندا. هذا هو يعني هناك هناك هزيمة نفسية. نعم. أرجو من المسلم أن يتحدث عن دينه بعزة. نعم. وبقوة، وأن يعرف أنه هو الحق، وأن لا يكون متحدثا يحاول أن يبرر. فالمسلمون اليوم يبررون مبررين فقط. ما هي حدود في إطار هذا الحوار دائما فضيلة الشيخ، ما هي حدود حرية الرأي؟ الإسلام يفتح حرية الرأي، لكن كلمة فخامة الرأي أخيرا أنا أصفق لها بأربع تصفيقات. عندما قال إن كل الحريات تقف أمام المقدسات الإسلامية العقدية، وأنه لا حرية في المعتقدات، وهذا ما أرجو من مواقعنا الإعلامية ومؤسساتنا الإعلامية ومثقفينا أن يقفوا أمام المقدسات، لأن إجراء العقل في غير مجرى هو ظلم كما قلت في البداية. في الألوهيات والعقيدة ليست مجرى عقلي. نعم للحريات الفكرية، نعم للرأي الآخر، لكن نتحفظ على بعض الآراء عندما تصل إلى المقدسات الإسلامية. شكرا فضيلة الشيخ. إذا دكتور، ماذا عن نوع الحالات التي يرعاها عادة مشارح الأطفال؟ تحدثنا عن بعضها في 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 بداية مداخلتكم، ولكن عندما نتحدث الآن عن أكثر الأمراض شيوعا، أكثر هذه الأمراض شيوعا التي تراجعكم، ما هي أكثر هذه الأمراض شيوعا بين الأطفال؟ هل هي هذه الخلقية التي تحدثتم عنها، أم هي أمراض أخرى كالانسدادات وغيرها؟ وحقيقة في جراحة الأطفال هم تصنيف اخر، ملي هم تصنيف شو يقولون الاشرجه امبيلاتوار، معناها الجراحه اليوميه، هذه الجراحه البسيطه اللي الاغلبيه جراحه تعود في في جدار الكرش والله في المنافذ، والاغلبيه جراحه سهله تعدل نفس النهار، مثلا المريض يستحق فحوص يعدلوا له فحوص دم، اللي مولي دائما احنا الاطفال نخاف عليهم هم مشاكل تخثر الدم، كم هم عندهم مشاكل جراحيه، الاغلبيه ياسر فيهم اللي عندهم مشاكل في تخثر الدم، والله في عود عنده نقص في الهيموجلوبين حاد، ما هي عمليه ما هي نشره، فينعدل لهم فحص دموي ومعها فحوصات تشخيصيه للمرض، هذا سابق العمليه، وعقب ذلك يبرمج له نصائح للاغلبيه، يلا يعطيها كاع المخدر، شنو ذاك نعطوها نحن، بانه يلا يفوت على الاقل ست سوايع ما كان سابق عملية. طبعاً. هذا كل العمليات سرتوا الأطفال اللي عاد يأكلوا. بالنسبة للرضع أربع ساعات اللي بالأم عملية هضمه تتم بطريقة أسرع. وتتشرع العملية، وعقب ذلك العملية هو المريض الأغلبية في ذاك النهار. قال أشيل جناب الأطفال. هم صار جراحة فقيرة. أشيل جلود اللي يعني من هذا اللي تابع الجهاز الهضمي ولا تابع مسلك البول، ذيك تستحق التدقيق اكثر في الفحوص ما قبل العمليات، به اللي ما هو قلت لك ما هو شيء سهل، المريض لا يشرع العمليه شنو تستغرق 4 ساعات 5 سوايع، وزيد عليهم اللي عاقب العمليه لا هي هو تنهارات في شيء هو 5 أيام 6 أيام ما كان يوكل الله عن طريق الوريد، فاني هو اثنين الجسم يتعود شوي على والله عاد قد يوكل، وبالتالي نوع من الحالات التدقيق اكثر، وش مالك حتى مثلا يستوجب منا بان نكردو يشير قاع سابق العمليه، لكن نهيئه لكن نصقر المصرام مثلا على الفضلات تاع اشراف طبي تبعدوا العمليه هو تمرين نهارات اللي عاقبه تحت الرعايه هو اثنين يستوي الامر. شكرا دكتور. نتجاوز ايها الساده المشاهدون الافاضل لمتابعه الفقره الاخرى من ضمن فقراتنا هذا المساء، وهي فقره جسر التواصل. هذا المساء جسر التواصل نمده لجاليتنا او بعض افراد جاليتنا المقيمه في جمهوريه كوت ديفوار. السلام عليكم ورحمة الله. مناسبة شيخنا للتراد في ساحل عاج، مناسبة شهر رمضان، مسلم على صديقي ننو للطالب أحمد،
والحاج محمد العبد القادر منطقة المدقة. أنا ميلتو من تلمي نسلم لأهلي وبوسطيلة كاملة أخواتي أماتي وخالاتي. العبد الأزرق مولود بمقاطعة كنكوسة، مسلم على الوالد وعلى الأخوت وعلى جميع موريتاني، وطالب إن شاء الله رمضان سعيد وفرحة للعالم داسري. الجالية الموريتانية نسلم على الشعب الموريتاني الخاصة كامل ومباركين لها شهر رمضان، شهر مبارك، شهر مقدم عن شهر الذي أنزل فيه القرآن وهدى للناس، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهدى للناس وبينات من الهدى. وكذلك نسلم على الأهل كامل الوالدين طالبين من المجتمع صارت الدعاء خاصة في بوسطيلة مناطق الحوض الشرقي. سيانا حالا في بجالين عبد العمر يوم لما طلبوا عنه لا الشفاء. وأنا أسلم عليهم حتى على والدي وعلى والدتي وعليهم جميعا. وعلى الكراع الأخر وعلى صالة صالة المدروب. وأنا أسلم عليهم وأقول لهم كامل اللي اسمع برنامج واللي اسمع الكلام أنه يطلب لنا الشفاء إن شاء الله والبراء. وأنا أسلم عليهم جميعا وعلى أهلي وعلى أخوالي في المبروك. أهل الطالب أسلم عليهم حتى خاصة خالتي وخالي ونسد خالي وخالاتي وأهلي كامل أسلم عليهم. واللي اسمع الكاميرا أنا أسلم عليهم وأهلي الكاميرا وأتكلم. جاتهم من شيخنا والألاب والبجيات سلم على الوالد حتى في جقرات وعلى العم والأخوات والأخوت وعلى إلي كامل أعمام عمات نسلم على إلي كامل نسلم على البوسطيلة الوالدة خاصة مرام زيدان نسلم على محمد فاضل نسلم على الوالدة والخالة زينب نسلم عليهم كاملين البوسطيلة متوحشة مرت فرجان عن أطفالنا عدم العمل إن شاء الله الشفاء طالب منهم الشفاء إن شاء الله جمعنا نسلم عليهم حتى كاملين البوسطيلة نسلم على الجقرات والنعمة. السلام عليكم ورحمة الله. أنا من مقاطعة شوبني تابع ولاية جايون اسمي الشيخ أحمد بن أحمد. نسلم عليكم جميعا ونسلم على الأخ مسعود بن أحمد وعلى الأخ زبير وعلى جميع الرجال. نسلم على الخال بحيد والطالب سليمان. نخبركم بسلامتي وسلامة جميع الناس. السلام عليكم ورحمة الله ورمضان وعليكم إن شاء الله رمضان مبارك إن شاء الله علي وعليكم. كما تابعتم أيها السادة المشاهدون الأفاضل كانت هذه إطلالة من بعض أفراد جاليتنا المقيمة في كوديفوار من خلال هذه الإطلالة من خلال الجسر. إذن يبلغون تحياتهم وتاني بمناسبة شهر رمضان لذويهم ولأصدقائهم في الوطن. فضيلة الشيخ هذا الاتصال أهمية هذه وسائل الاتصال في ربط مدري الجسور بين الناس واستغلالها لذلك لا يعتبر صلة الرحم بالحقيقة عظيمة جدا لأن صلة الرحم فضلها كبير في الإسلام ولأنها واحدة أيضا من الانفتاحات لأن نحن السلام عليكم اتفاقية معناها ما نظلمك لا نقول لك شي خاسر مالك خليه لك وعرضك خليه لك وانت ترد لي عليكم السلام هذا توقيع اتفاقية ونصافحك توقيع الاتفاقية هذا السلام اللي نقوله ما هو عبث يغير يلا نردوه لما أدلوله وهاللي عنه مات دلالته وفق لفظه يلا الناس يردوا له مدلوله عن السلام عليكم معنا هاي أبويا ما أضره لا أضرني ودول انت مولي عليكم السلام عنك ما أضرني ولا أضرني وتوقعوها بالمصافحة ممتاز. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. من الأركان الثابتة كذلك في الخيمة الرمضانية وتحت الخيمة الرمضانية ركن في رمضان في رمضان هذا المساء من إعداد زميلي أو زميلية حمزة علال ومماه مماه متبلاه متابعه في معالي سادة هذا الركن. جهارا نهارا في رمضان تنتشر ظاهرة تناول الأطعمة والمشروبات علنا دون استشعار لحرمة الشهر الفضيل. المتجول في الشوارع الرئيسية لمدينة نواكشوط أيام رمضان يصادف في طريقه باعة الشاي واللحم المشوي وبعض الزبناء من غير الصائمين وهم يتناولون وجبة الغداء بكل أريحية غير آبهين أو مبالين بالطبع العام لرمضان
مما يعتبر استفزازا لمشاعر الصائمين وخدشا للحياء الاجتماعي للشهر الكريم. رمضان قاعد شهر صيام حد له يوكل شدة يستنكه به وعده بريد قد يتناول ما هم بدي. أصلا السلف لا يعدلوا لا يعدلوا ولا يبغيه. وما اللي الإسلام اللي ما هو قابل لكن حد يعطي يوكل الله لا يشرب لعاد فاطر يعطي عود من عزل عن الناس ولا الله يعود ينعتر الناس منه هو فاطر. ومن سيء صيام خايف لا يود ما هو زين عنده وأنا قا ما هو زين عندي قا بين أنا يلا سو ما سنت ما قد مول أنت ما أنا نعطي رأسي قاعد ناس قابل يشوفني نوكل نصره ونكمل ياهو. بالرغم من رفض هذه الظاهرة إلا أنها لا تزال ماثلة للعيان مما يحتم وجود رقابة تمنع الأكل في الشارع لضمان جو رمضاني حقيقي. إذن فضيلة الشيخ هذا العنصر الذي تابعنا قبل قليل يحاول من خلاله الزميل حمزة علال إلقاء الأضواء على ظاهرة بالحقيقة مشينة وهي ظاهرة هو حد يدعو فاطر وعنده فيها قاع عذر شرعي غير ما يطوي يتخفى بذاك وهذه المظاهر اللي كنا نشوفه الآن اللي ما زالت موجودة في الشارع. من هلا الموريتانيين على المدينة بدأت تأخذ طابعها الإسلامي الحمد لله بالمقارنة مع الستينات والسبعينات ذكر أن كانت الوضع أخبث من هذا. سمحوني عن نقول عن الشباب اليوم أكثر التزام من الشباب القديم. نعم الحمد لله. تذكروا أن كنا من يحق وقت الصلاة ونعود في جلسة رسمية كنا ينصرق إياك صلي وحده. الناس صلي عادي. بل أن الرئيس يصلي بل المؤتمر يصلي الناس. هذا شيء كبير. مع رمضان الحمد لله أصبح مولي كيف دلجتانا في بداية الحلقة يعطي إعلامية. نعم. يجب أن تصوم المدينة. بدأت المدينة تصوم. نعم. رمى اللي الله يزال ذاك وذكر بعض ذوك الناس اللي يوكلوا في رمضان ويدخنوا في رمضان إنه إلى عادة ما هي قال جايزة حتى شينا لا فضيحة صحيح على الأقل شوينا خليني أقول عنها شوينا إنها فضيحة ونحد عدلها يا الله يعود ما تليشهد إلى يجب الشهادة ساعة يا الله ما تتقبل شهادة اللي في الحقيقة مسلوقته نوع من السلعة يا الله تصوم يا الله منكم مريض يدخل وسط بيته نعم. أنا قلت للناس شبانيين نعم. اللي فاطرين مين تاوي يشربوا يغطوا طعامهم ويغفروا عليهم البيت ويعودوا أدني رواية محضرة اللي الفترة في رمضان اللي ظهر فيه كشف حتى قاعد انفرد بهلال قال عنه ما هو يا الله يفطر وحده نعم. يا الله ما يفطر هو شاف الشر صحيح ما الله يفطر صحيح الله يقول عنه مريض نعم الله يدعى عذر نعم والمظهر الإسلام يبغي المظهر نعم لا يحب الله والجار بالسنة المظهر وهي كبيرة والمدينة مدينة إسلامية ما شوط مدينة إسلامية الحمد لله صحيح ونحن دولة إسلامية ما لنا دولة علمانية الحمد لله هذا ما صرحت به النداءات الرسمية من طرف القيادة الوطنية ومن طرف مجتمعنا نعم الحمد لله هم اللي نداء رسمي صادف رغبة الشعبية الحمد لله ونداء رباني في نفس الوقت نعم احترموا رمضان يا إخوان احترموا رمضان. طيب فضيل الشيخ عندنا سؤال مسائل من الأسئلة اللي من ضمن موضوعنا الرئيس وهي سؤال يتعلق بتسيير الاختلاف كيف نسير الاختلاف؟ نعم الاختلاف يحتاج الحكم نعم الحكم معناها أربيتراج يعود إلى عاد ما هو موجود يعني نعود نحن نعدره نعم يعني نصنت اللي يقول الطرف نعم ويلا نعرفه حقيقة الكلمات وكل كلمة توزن بدلالة اللغوية والشرعية نعم كيف قلت مرات الواحدين الشاحنين ذكر مرة عن شاون يا رجل الشاحنين على شيء نعم وطلبت معن كلهم يعطيني تعريفات اللي من الشاحنين إذا اللي نافي واللي نافي وأترفوا معن ما عندهم تعريفات تلوم تدايق ولا شيء ما تعرف شنو يلا كل شيء مدى له تتكلم فيه تعطيه تعريف نعم ذكر مرة عني اسمح لي أن أعطي مثال نعم أني مرة جاوني اثنين متعدلين نعم واحد قال عن البركة خالقة والأخر قال عنه ما هي خالقة هو ما عندهن هالعلم نعم
والشاحن وانا جدل ما ندخل واقد اقول قالوا لي عن العود حاكم بينهم قلت لهم عن العود حاكم على الشرط كلهم يعطيني تعريف للي نافي والله مثبت واعترفوا لي الاثنين عن ما عندهم تعريف تتفاجئون ليش ما تعرفوا سبحان وهذا هو ياسر من الجدل ان يهلوا اللي هي مسيرة تيري مسيرة الكوار العيش اللي تعرف اللي ذا على بلا تفاتنوا على كلمة العيش باللغولوفية والبرازيلية والفرنسية وهم قايلين الله العيش كلمة واحدة منها عن ياسر من الدلالات منين نعطى مفهومه يتوافق الناس وهذا السبب اللي هو راجع عن المستمع صنّت الخصم ويقول له انت ذا اللي قلت لي شنو عرف لي ذا اللي قلت أعطيني تعريف منطقي منين يعطيه تعريف منطقي مقبول يقبله راه تعريف ما هو منطقي يقول له هذا خاسر ويبين له بل منين هو خاسر شكرا فضيل الشيخ نلقي نظرة الآن أيها السادة المشاهدون الأفاضل على مسرتنا البرامجية نهار اليوم بمشيئة الله تعالى وعنيف فما هي البرامج التي بإمكانكم أيها السادة المشاهدون الأفاضل أن تتابعونها خلال هذا اليوم ذلك ما ستعرفونه من خلال هذا الركن عندما يختلط الأمل بالدجل صيدة ما صارحتي يا غير بعد قاعليه نقدر في إكزام تكميل وتسود صور الأشياء برج مولانا قريب يا أخوتي يا لطيف وينكر الإنسان ذاته وغيره أنا ما بخلتوش يا غير كاملين كارهيني وكاملين في عينيهم نقرا حقرتي وانا ما نحقر انا ويتاني انا خليت وتتعثر الخطوات وجوه من خشب مسلسل درامي ياتيكم يوميا في رمضان على شاشه الموريتانيه صراع العاطفة والمال فأيهما سينتصر أخيرا في مسلسل قلوب وجوب
مسلسل قلوب وجيوب يوميا على الموريتانية في شهر رمضان. اقترب موسم الخير، من جديد نلتقي وإياكم في موسم الخير والعطاء. ندخل بيوت المساكين والضعفاء، نبلسم جراحهم ونحكي قصصهم. نفتح المجال واسعا أمام الخيرين لمواساة من ذاقوا مرارة الألم والحرمان. نعرض قصص المنسيين وهم يعانون في صمت، علنا نخفف عنهم فننال الفوز والفلاح يوم لا ينفع مال ولا بنون. شاءنا الله تبارك وتعالى لي ولكم عافية الدار مع كفايته. هذا المنار وين جاي من الفضل إذا بقى خيرا كامل المسلمين والجايهون. الله يجازيهم خير إن شاء الله. النسخة السادسة من برنامج ويؤثرون على أنفسهم في رمضان. يا اخي شو خسر عليك الباط انا حوتات عندي؟ يا اخي شو خسر عليك الباط انا حوتات خسر تروح لا تصل بي لا تصل بي لا تصل بي لا تصل لا تصل بي السلام عليكم. السلام عليكم. برجع لي السلام عليكم. برجع لي صحيح. والله إذا بعطيك شيء ما نوقف. أخباري منك. تدعي أخباري منك. تسويقر. وقف يونا انقض عنك. أنا أمشي لك بالكراع. قول لي نقزني مجنون. من مجنون؟ أنا عاقل. قول لي نقزني. أنا عاقل مو فاهم. قول لي أنا مجنون. اسرعسي. فرق الدرب حر. من هنا قبالك راعي. تاكسي رقم واحد، الثوب الجديد لحكم تشاركة، استدراج الضحايا بطريقة جديدة. تاكسي رقم واحد في رمضان عبر قناة موريتانيا. عرفوا أيها السادة المشاهدون الأفاضل على مواقيت الإفطار والإمساك بالنسبة لنهار اليوم، وذلك
عبر إمساكية الخيمة الرمضانية. طيب دكتور، تحدثتم في بداية البرنامج والله في مرحلة من مراحل البرنامج تحدثتم عنكم في المتوسط عدد 5 عمليات تقريبا يوميا. ما هي الوسائل المتاحة للطاقم الطبي من أجل القيام بهذه العمليات الجراحية، وخصوصا إذا كان عليه ذكرتم عن فماتية أيضا إقبال لا بأس به على هذا التخصص، ماذا عن الوسائل المتاحة بالنسبة لكم في هذا التخصص؟ الحقيقة أنا من ناحية الوسائل، نعم الوسائل هم عينتين، فيهم شيء يعني الجراح، الوسائل اللي يشتغل بهم الجراح، نعم، فيهم الوسائل اللي تعني المخدر اللي يرقد به الجراحة كاملة، فيها طرفين، فيها طرف جراحي وفيها طرف تخديري، نعم، والأمور أخرى الوسائل معناها بل من أين يشتغلوا قاع فيهم. من ناحية الوسائل عندنا حكم الوسائل اللي يلا ما عدا جراحة المنظار وجراحة معناها الداخلية كامل، معناها المنظار هي اللي مازالت عندنا ما فتنا اقتنيناها، وفما جهود حثيثة من عند من في مستشفى الأمور الطفولة كتياها اقتناء هذه الوسائل، اقتناء هذه الوسائل إن شاء الله تعالى في ظرف أشهر إن شاء الله دور نعود عندنا. من ناحية التخدير، من ناحية التخدير حقا الشيء ذاك يتوفروا، وش ما ذاك تم يخسروا الأجهزة يعود ذاك يعود حرج بيدي الأطفال ما يقدروا بعد العملية ما هي تحت رعاية صحيح. تامة وقت تخدير. من ناحية الأماكن الأماكن موجودين يا غير ما هم على المستوى اللي الله للأسف وذكرتها مرات ومستدها نقولها بهاللي الأماكن اللي يعود فيهم جراحة أطفال يلا يعود كي تلاقي ما هم يلا يعودوا حيوط بيض يلا يعودوا حيوط مزخرفين فيهم رسوم يراعي من نفسه تجذبوا وتساوي يتخدروا يتحرك له ياك مثلا يحس به ما هو وسط استشفاء حتى بل من يلا يعود مكرودين متادهم يلا يعود مكرود الحيوط يلا يعود الوانهم الوان مختلفه يلا يعود الالوان اللي موجوده يلا تعطي بعض وسائل التسليه تعطي بعض وسائل الالوان اللي فرابانت معناها الالوان اللي الاحمر كي البرتغالي كيف الاخضر ما هي الالوان اللي عادي عندنا احنا البالغين نعم. هذا من جهه اخرى يلا ما اللي يعود هم غرف التسليه مثلا يعود يوم العطل نعم. يلا يعود تركب مسيكين مكرود عند العمليات وكلهم مدلي منه ركواته يلا عندهم بريده قد يقصوها كاملين يجتمعوا يلعبوا فيها يقعدوا هم العاب هم شيء يسهيهم عن جو 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 الجراحه اللي شمال ذاك ثقيل وشمال ذاك ادي لهم مخلفات نفسيه تقدر تمشي معاهم عمرهم شكرا جزيلا دكتور. فضيلة الشيخ، ما هي الخلاصة التي نخرج بها من هذه الحلقة من السهرة من الخيمة الرمضانية؟ الخلاصة التي نخرج بها هي أن الإسلام مفتوح وأنه يسهل دخوله. المسلم ما يحتاج إلى كاردينالات يعطي حق أن لا يعود في المسيحية والإسلام. عندما يأتي إلى أي مسلم آخر إمام عالم شخصية عادية ويشهد عن نزول أشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله يدخل الإسلام، وبذلك لا يستحق حقوقه نعم. معنا ويحفظ ماله ودمه نعم. ونفسه كل شيء. وبين ثم اللي على النبي صلى الله عليه وسلم في تجارب عملية نعم. بين هاي النظرة الشمولية للإسلام، ما انطلق من عرقه ولا انطلق من الشخص نعم. انطلق من مفهوم إنسان الفطرة نعم. وأنه خاطب الفطرة الإنسانية، وهذا حقق نجاح كبير جدا نعم. وذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه درك حلف الفضول في الجاهلية ولا كان خرج له الإسلام يدخلوا نعم. وبينت عن الإسلام من مدين السلام نعم. وإذا كان يدعو إلى الحرب في بعض الحالات فهي حرب من أجل السلام ولها أداب نعم. ولأصحابها حقوق نعم. ومعاملات، وبهذا يتبين عن الإسلام دين إنصاف مه. هذا ما أرجو أن يكون الدعاة يقدموه للآخرين مه. وما أرجو أن يفهمه العدو أيضا مه. ويقدم لهم باللغات الأجنبية لين يفهموه. هذا هو. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ.
أيها السادة المشاهدون الأفاضل، في نهاية هذه الحلقة من الخيمة الرمضانية بدون أني لن أكملها قبل تدخل دكتور. تفضل دكتور. أنا نقول خلاصة بأن نطمن المواطنين منهم معناتنا مقبول منهم، خلق التخوف اللي موجود مثلا من جراحة أطفال اللي يشير يا الله يدخلهم عرين وما يقدرهم ما خالق عملية ما يقدروا عدلهم حق يقعد ينقصنا شوي من 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 وسائل العناية ما بعد العملية وقت العملية غير ما هو أكبرهم قدروا. أنا بالوسائل اللي عندنا وبالجهود وبالجد نقدر نتغلب عليها الحمد لله. هذا من جهة. من جهة أخرى بأن جميع الجراح عند الأطفال تجرى هواتيها اللي ما عاد جراحة القلب والشرايين، وذاك الدكتور خالد بعود ليلة فايتك جاك مهمة مهمة جهود حثيثة جاك إن شاء الله تعالى غالب على ذاك. هذا هو اللي نختاره. شكرا مطمئن جدا. إذن أيها السادة المشاهدون الأفاضل، على هذه النقطة المتفائلة أعود مشديد لأشكر باسمكم ضيفي العلامة حمدان بولتاه الذي حدثنا هذا المساء عن الإسلام والحوار عن الإسلام والآخر. نشكره إذن على هذه المعلومات الكافية الوافية التي أتحف بها الخيمة هذا المساء. كما نشكر كذلك ضيفي الدكتور يعقوب المحمد صغير وأخصائي جراحة الأطفال على حديثه إذن عن هذا الموضوع الهام كذلك. إلى أن ألقاكم أيها السادة المشاهدون الأفاضل، هذه تحياتي وتحيات الطاقم الصحفي والفني الكبير الذي أشرف معي على إنجاز هذه الحلقة. لكم منا جميعا أطيب المنى، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.